المسائية من الميادين من بنت جبيل في جنوب لبنان وفي عناوينها. اليوم أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. السيد نصر الله في خطاب الهدوء الواثق في ذكرى انتصار تموز. الاحتلال أضعف والمقاومة أقوى، وفي حال المعركة مع المحور لن يبقى شيء اسمه إسرائيل. محور المقاومة في المنطقة أمسك بزمام المبادرة بنسبة كبيرة. السيد نصر الله يؤكد أن الجيش الإسرائيلي اليوم في أسوأ حال نسبة لأي زمن مضى، وانتقل من الهجوم إلى موقع الدفاع. نحن منذ البداية تصرفنا على قاعدة استيعاب الوضع وعدم الذهاب إلى التوتير أو وفي التصعيد. حادثة الكحالة نصر الله يؤكد أن قوى سياسية كانت تريد أن تدفع البلد نحو حرب أهلية، ويدعوهم إلى الهدوء والحكمة لأن الخارج لن يتدخل إلا لتسعير الحرب. مساء الخير. انتصار تاريخي للمستقبل، قالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة جوهرها في شعارها: وكان حقا علينا. عن الداخل والخارج، عن لبنان والمقاومة، عن الاحتلال برعاته وأدواته، تحدث في الذكرى 17 للصمود التاريخي، وللقادة أو لقادة الاحتلال توجه وتعهد بأن المقاومة ومحورها وهما أقوى من أي وقت مضى، سيعيدان الاحتلال وقادته إلى العصر الحجري. من بنت جبيل من هنا في جنوب لبنان، أهلا بكم إلى هذه المسائية الاستثنائية لمدة ساعتين متتاليتين. هي نشرة خاصة تحليلية وتعميقية لكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. إذن نبدأ بما قاله في هذه الكلمة. توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى قادة الاحتلال قائلا: أنتم أيضا ستتم إعادتكم إلى العصر الحجري إذا أقدمتم على الحرب مع لبنان. أنا أقول لهذا العدو اليوم أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. إذا بتروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري. هذا إذا بقيت المعركة فقط مع المقاومة في لبنان، فكيف إذا تطورت إلى معركة مع كل محور المقاومة؟ يمكن أن تعيدوا بلدا هنا أو هناك إلى العصر الحجري، ولكن إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة حينئذ لن يبقى شيء اسمه إسرائيل. السيد حسن نصر الله أكد أن حرب تموز 2006 أجبرت إسرائيل على إدخال استراتيجيات جديدة لها علاقة بالدفاع والحماية من قوة المقاومة وإمكانياتها، وقال أن الجيش الإسرائيلي وبعد 17 عاما من التدريب والتأهيل هو ليس الآن أفضل حالا من قبل. لذلك من 2006 شفنا شيء جديد في استراتيجيات العدو وخطط العدو له علاقة بالدفاع السلبي بحسب المصطلحات العسكرية وبالدفاع الإيجابي. بالدفاع السلبي يعني بناء الملاجئ، بناء الأماكن الآمنة، موضوع الحرائق، موضوع الإطفائيات، موضوع المستشفيات، موضوع الوصول إلى الناس بسرعة، موضوع إلى آخره. الدفاع الإيجابي اللي له علاقة باعتراض الصواريخ باعتبار هاي فاتت بشكل أساسي على المعادلة، واضح أدخلتها حرب تموز بقوة وتعززت بعدين بحروب غزة. هل استطاعوا خلال 17 سنة أن يقوموا بترميم قوة الجيش الإسرائيلي؟ يعني هلأ هو أفضل حالا، أحسن حالا مما كان عليه بال 2006 بعد 17 سنة من الترميم والتدريب والمناورات والتجهيزات والتكنولوجيا الجديدة اللي فاتت عليه؟ لا، أكيد لا.
لتعميق ومناقشة هذه المواقف المهمة التي قالها اليوم الأمين العام في الذكرى 17 لانتصار تموز، نرحب بضيوفنا تباعا طيلة ساعتين متتاليتين. نرحب هنا بالأستاذة، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة ليلى نقولة. مساء الخير دكتورة ليلى. أيضا الترحيب بالدكتور سيف دعنا، أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكونسن معنا من شيكاغو. مساء الخير وتحية انتصار من هنا من الجنوب اللبناني لك دكتور سيف، وأهلا بك في هذه المسائية على شاشة الميادين. مساء الخير. أبدأ معك يا دكتورة ليلى. نعم، عنوان أساسي: سنعيدكم إلى العصر الحجري. قبل قليل وسائل إعلام إسرائيلية يعني باهتمام بالغ تتابع هذا التهديد الذي أطلقه الليلة وتوعد به السيد حسن نصر الله إلى القادة الإسرائيليين وإلى جالانت. على ماذا تدلل هذه المعادلات اليوم، هذا التهديد، وما الذي لفتك في هذا في هذه الكلمه؟ مساء الخير. هنا بدي بالاول بدي احيي اهل الجنوب الصامد، وبدي احيي اهل لبنان، اهل الكرامه. يعني عاش العرب فتره طويله يشعرون بالهزائم، ولكن نحن دخلنا بعصر الانتصارات، والاكيد انه انتصار تموز ما كان رح يكون يعني فاعل كثير لو ما تم مراكمه القوه ومراكمه الانتصارات. فبدي اشكرك بالاول على الاستضافه، وبدي احيي اهل الجنوب هون ببنت جبيل. لفتني انه اول شيء الهدوء، لانه الانسان الضعيف عاده ما يعني يبرز في كلامه، في صراخه، في الجلبه والضوضاء اللي بيعملها، بيبرز عن ضعف، وهذا ما يفعله قادة إسرائيل في عدة مناسبات. يعني كثرة الضوضاء والتهديدات تعطي مؤشر إلى أن هذه الضوضاء الذين يقومون بها هم يغطون على عجز وضعف إسرائيلي متمادي، ليس فقط في الميدان ولكن أيضا في المجتمع الإسرائيلي الداخلي لم يتطرق إليه السيد حسن اليوم. أما بالنسبة لموضوع سنعيدكم إلى العصر الحجري، نعم، قادة العدو بمرات كثيرة هددوا في محلات كثيرة أنه سوف يعيدون لبنان إلى العصر الحجري. يعني أنا هون استوقفني شغلة، أنه نحن بالعلاقات الدولية منقول أنه ما الذي منع الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي هو الردع. الردع النووي، عندما يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية تملك السلاح النووي، عندما امتلك الاتحاد السوفيتي والصين وغيرهم السلاح النووي، يعني بلشت الحرب تصير من خبر كان، يعني لم يعني خلص، لانه هناك اذا بتضربني اول ضربه بضربك الضربه الثانيه، والضربه الثانيه قد تكون موجعه اكثر من الضربه الاولى. اليوم نحن نثبت معادلات جديده. الاكيد انه لا احد يريد هذه الحرب، ولكننا لا نريد ان نعيش مذلولين، لا نريد ان نعيش بتهديدات دائمه بمنع لبنان من استخدام ثرواته النفطيه، بمنع لبنان من تطوره وتقدمه. الاكيد ان نحن يعني نراكم القوه، ولكن إسرائيل تراكم العجز. وأنا إذا بتسمحي لي بس أقول okay. إنه لأنه السيد حسن نصر الله لم يشر إلى الداخل الإسرائيلي، وكان عندي يعني أنا عدة دراسات عم بعملهم عن التحولات داخل إسرائيل، مع أنه تحدث عن الخط الانحداري كيف يتجه نحو الهبوط رغم كل ما حوله منذ عام 2006. يمكن وصل إلى هذه الخلاصة الأساسية السيد نصر الله. تحدث عن دكتورة ليلى، تحدث عن العسكر. يعني نحن اطلعنا على تقرير فينوغراد وبلشنا نتابع سنويا، تعرفي، لأنه حصل تقرير فينوغراد وكان في متابعة دورية سنوية للعبر والدروس التي أخذها الإسرائيلي من تقرير فينوغراد الذي نشر منها والذي لم ينشر. يعني الأكيد كان هناك معلومات سرية يعني أو عبر أو دروس سرية للجيش، لقادة الجيش الإسرائيلي لكي يحسنوها، ولكن كان هناك أيضا الحديث بتقرير فينوغراد عن مناعة الجبهة الداخلية وعن غير ذلك. ونحن نتابع يعني على مدى من 2006 ولغاية اليوم نتابع إلى أي مدى فعلا قادة إسرائيل. الليلة قال السيد نصر الله الدكتورة ليلى، من نتائج حرب تموز ضعف الجبهة الداخلية التي جعلت المقاومة في 2006 جزءا من الحرب وليست بمنأى عن ذلك. لأنه إذا ما عدنا منذ تأسيس هذا الكيان، منذ النكبة في 48 حتى 2006، كان دائما حريصا على إبعاد هذه الجبهة الداخلية وعدم إصابتها. اليوم في تآكل، وتحدث أنه كيف أصبحت ليس هنالك من استعداد لمستوطني ومحتلي هذه الأرض تضحية وتحمل التبعات لهذه الحروب. هذا ماذا يعني؟ لأنك يعني تبنين على هذه
هذه الدراسات كما ذكرت. نعم، يعني هنا أنا أريد أن أشير إلى أنه نعم، بأي حرب مقبلة كان قبل الإسرائيلي يأخذ الحرب إلى ديار العدو، هذا يعني بالمصطلح إلى أرض إلى أرض العدو، فهذا بالمصطلح العسكري يعني اللي بيعمله، فكان دائما هن بأمان، ونحن الشعوب العربية نحن اللي بنتحمل الضحايا، بنتحمل الحرب. اليوم انقلبت المعادلة، والصواريخ التي طالت أرض يعني أو المستوطنين والمستوطنات سواء من لبنان أو من غزة هي اللي عم تخلق معادلة معكوسة. أنا هون بس بدي أشير لموضوع خارج إطار إذا صار حرب ولا ما صار حرب. إسرائيل عاجزة حتى لو لم يحصل حرب. إسرائيل اليوم تعاني من انقسامات عميقة ليست فقط سياسية. هناك قنبلة موقوتة داخل إسرائيل اسمها الحريديم. الحريديم لا يدخلون في الجيش، لا يريدون التعلم، يعيشون على إعانات الدولة، يريدون أن يستوطنوا ويورطوا كما يقول يعني قادة العدو، حدا بدهم يورطوا الجيش الإسرائيلي بأنه يحمي مستوطناتهم، وبدهم يتوسعوا مستوطنات. ما عندهم ولاء لدولتهم، ولا عندهم لواء للمجتمع، عندهم ولاء للمؤسسة الدينية. الحريديم هم قنبلة موقوتة، هم الذين يسيطرون اليوم، بالرغم من أنه عددهم بالانتخابات كان قليل، ولكنهم اليوم بقدرتهم سيطروا على الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية لكي ترضي هذا اليمين المتطرف، يعني بيسمون اليهود الأرثوذكس بيسمون، لكي ترضي هؤلاء الحريديم تقوم بإصلاح ما يقولون أنه إصلاح القضاء، يقومون بأمور كثيرة سوف تفتت المجتمع الإسرائيلي من الداخل. بكل الإحصاءات اللي بلشت كان مؤتمر هرتزيليا ينشرها وبعدين صارت من الأسرار، مؤشر المناعة الاجتماعية يقولون مثلا على سبيل المثال بيسألوا المواطنين الإسرائيليين أول شيء قديش نسبة التسرب من الجيش، هي كتير عم تتزايد كل يوم بعد يوم، ما بدهم يروحوا وقت بيتحججوا بالدين. تاني شيء أنه ما الذي يشعل، وهذا أدى إلى ضرر حول كفاءة الجيش وما شاهدناه بالاجتماع الأمني يعني تحديدا بالأمس، والإعلام الإسرائيلي اليوم يتحدث عن إخفاء نتنياهو يعني الحقيقة للجمهور، كيف تضرر تحديدا هذه المؤسسة أو تضررت هذه المؤسسة الأمنية العسكرية وكفاءتها؟ تضررت من حرب لبنان، من حرب تموز، تضررت من الحروب مع الفلسطينيين، لم يعد هناك رغبة لدى الإسرائيليين بأنه يدخلوا بالجيش أو أنه يحطوا أولادهم بمعركة، ما عندهم إيمان أنه بالشهادة أو أنه رايح على الجنة يعني ليس هنالك من عقيدة يعني ليس من هيك من عقيدة. تاني شيء أنه الحريديم لا يدخلون بالجيش، هذا كمان عم بي يفتتوا المجتمع. ثالث شيء انه الالتحاق بالخدمه، نعم غير الالتحاق بالخدمه، الاسرائيلي اليوم يعاني من انقسام داخلي. هذا الانقسام الداخلي واللي عم بيعمله نتنياهو اليوم هدد كثير من جنود الاحتياط بانه هن ما رح يلتحقوا. فكل هيدا الموضوع، بتعرفي انه اسرائيل هي سميت دوله لجيش، فإذا تفكك يعني بطاقة الصهر يعني كانت هي أساس بناء هذا الجيش، وأيضا أشار إلى جزئية أساسية يعني العقيدة بن غوريوم تأسست على ثلاثة عناصر كما قال السيد، يعني الردع، الإنذار، والحسم. هذه العناصر كسرت أو تراجعت يمكن القول منذ عام 2006، وسنتحدث عنها. دكتورة ليلى، سأنتقل إليك دكتور سيفة بنقطتين أساسيتين إذا أردنا أن نبدأ بهم بالتعليق على كلام السيد حسن نصر الله. النقطة الأولى، إذا أردتم أن تعيدوننا إلى العصر الحجري، نحن من سنعيدكم إلى العصر الحجري. معادلة جديدة اليوم ترسم من خلال السيد حسن نصر الله في هذه الذكرى 17 لانتصار تموز. أيضا تحدث عن ضعف هذه الجبهة الداخلية التي أصبحت جزء من أي حرب، وهذا ما حصل بداية في حرب تموز، ويعني عدد لهم الأهداف يعني حينما يتحدث بالدلائل، يعني المطارات المدنية العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات النفط، البنى التحتية قال لن أسميها، أيضا مراكز الاتصالات، مفاعل ديمونا، وقال احسبوا أنتم كم صاروخ دقيق قادر على الوصول إلى هذه الأهداف الأساسية. كيف قرأت هذين العنوانين الأساسيين أو هذين المحورين بخطاب وكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الليلة؟ مساء الخير أولا، وكل عام وأنتم بخير. يعني من كان يعتقد أننا أمام مقاومة من طراز جديد،
عليه أن يتأكد الآن أننا فعلا أمام مقاومة من طراز جديد. ولكن سأعود قليلا إلى حرب تموز، لأن الناس ربما تظن أن حزب الله واجه الكيان الصهيوني فقط في حرب تموز، ولكن كلنا يذكر البيان المؤتمر الصحفي لكوندليزا رئيس وزيرة الخارجية الأمريكية حين وقفت ورفضت حتى وأعلنت عن زيارتها بعد تأجيل لأسبوعين، وكان الهدف إعطاء الكيان الصهيوني المزيد من الوقت، وطبعا كان لها شروط وكان لها تصورات، وربطت حرب تموز كلها بإعادة تشكيل المنطقة أو بإعادة تركيب المنطقة أو بإعادة التنظيم الاستراتيجي للمنطقة بالحديث عن شرق أوسط جديد. ولكن بعدها قبلها بأيام قليلة كان هناك لقاء لمجموعة الثماني، وهي ومجموعة الثماني ومجموعة الثماني زائد، وهي القوى الاقتصادية الأكبر في العالم. البيان الختامي الذي خرج عن مجموعة الثماني القوى الاقتصادية الأكبر في العالم في الحقيقة تبنى السردية الصهيونية كاملة وطالب بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، المعتقلين الصهاينة، الجنود الصهاينة، وتبنى السردية الصهيونية كاملة، ولم يطالب حتى بوقف العدوان على لبنان. إذن الذي كان يواجهه حزب الله في الحقيقة هي قوة عالمية، وليست الكيان الصهيوني كان الأداة التنفيذية على الأرض، ولكن كانت هناك كما قلت مجموعة الثماني. هذا يذكرنا بمشهد حصل في 1996 حين حصل مؤتمر شرم الشيخ. هناك الملاحظة ربما على الناس أن يعرفوها أيضا، وهو أنه تم عقد المؤتمر في شرم الشيخ لسبب أساسي، كان الاقتراح الأول أن يعقد المؤتمر في طابة، ولكن لأن كل مرافق طابة السياحية والفنادق ومرافق الإقامة لم تكن تتسع للوفود التي جاءت التي كان من المقرر أن تشارك، فتم نقل اللقاء إلى شرم الشيخ، لأن شرم الشيخ مساحتها أكبر على الأقل بعدة أضعاف من طابة. هذا يؤكد أيضا أنه منذ عام 1996 المقاومة لم تكن تواجه الكيان الصهيوني، ونحن نتحدث عن قوى عالمية، من يقرأ الأسماء الدول ومن وممثلين هذه الدول الذين شاركوا في مؤتمر شرم الشيخ في 1996. نحن لا نتحدث عن الولايات المتحدة، ولكن رئيس الولايات المتحدة شخصيا بيل كلينتون كان موجود، الرئيس الروسي بوريس يلتسن كان موجود في مؤتمر شرم الشيخ. إذن هذه طبيعة المواجهة التي خاضها حزب الله، وبالتالي الانتصار له معنى مختلف. لو كان حزب الله يواجه الكيان الصهيوني لوحده هناك معنى للانتصار، ولكن أن يقوم حزب الله بمواجهة الكيان الصهيوني وخلفه كل هذه القوى العالمية والقوى الكبرى والتي تجتمع في شرم الشيخ وحتى دول عربية، وهذا ما قالته كونداليسا رايس في مؤتمرها الصحفي، أن بعض الدول العربية وسمتهم بالاسم، السعودية والأردن، كانوا ينتقدون انتقدوا حزب الله في إقدامه على اعتقال الجنود الصهاينة. هذا المعنى، هذا هو جوهر الانتصار. ماذا حدث بعد الانتصار ايضا يعطينا صوره عن معنى الانتصار، لماذا هو فعلا استراتيجي وتاريخي كبير. بعد 2006 بالضبط كما قال السيد كانت هناك لجنه فينوغراد، ولكن كان هناك لجنه اخرى لم يعلن عنها الا لاحقا، ونشرت بعض توصياتها فقط بالعبريه، وهي لجنة قادها الوزير الخبير في الحقيقة دان ماريدور، وهو من الجيل التي عاش وعمل مع الجيل الأول من الصهاينة، مع شارون وبيغن في منذ السبعينيات والثمانينيات. وهذه اللجنة هي التي قامت بإضافة عامل آخر لنظرية الأمن القومي التي ذكرها السيد، الردع والإنذار والحسم، هم من أضافوا عامل الدفاع. عامل الدفاع هو مرتبط بالساحة الداخلية. بعدها حتى نتأكد أن هذا الكلام جدي عند الصهاينة، أولا ليس فقط أن من قام بذلك هو أحد أهم خبرائهم في الحقيقة وقادة تاريخيين لهم، في 2014 سمعنا تم تسريب أخبار ولاحقا عرفنا تفاصيل خطة ميلونيت، وخطة ميلونيت هي خطة دفاعية تعتقد أن أو تم وضعها على أساس أن حزب الله سيقوم بالدخول إلى الجليل. لاحقا، وهذه قضية مهمة جدا، في 2014 كل مؤتمر هرتسيليا في عام 2014 تمحور حول فكرة واحدة، وهي إعادة صياغة جذرية، حرفيا إعادة صياغة جذرية لنظرية الأمن القومي الصهيوني. وكما قال السيد بالضبط، يعني هذه قراءة عبقرية، أن هذه نظرية الأمن القومي الصهيوني التي صاغها وحددها بن غوريون، وهو أهم شخصية في مؤسسة في التاريخ الصهيوني في الحقيقة،
أنها كان لم يطرح أحد فكرة إعادة صياغة النظرية الأمن الصهيوني، نظرية صياغة الأمن القومي. وهم في الحقيقة تحدثوا عن بعض الضبابية في النظرية وفي الصياغة، ولكن لماذا لم يكتشفوا هذه الضبابية منذ 1948 حتى 2006 أو حتى 2014 في مؤتمر هرتسليا تحديدا؟ طبعا السياق الذي جاء أنه ما بين لجنة فينوغراد 2006 وطبعا لجنة ماريدور بعدها بقليل، وما بين مؤتمر هرتسليا 2014، نتابع ما يصدر عن معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني. هناك مذكرتين أساسيتين، واحدة صدرت في عدد أكتوبر 2013 في مجلة الدراسات الاستراتيجية التي تصدر عن معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، وهي سبقت أحد خطابات السيد على كل الأحوال. تحدثت عن، إذا كان الكل يذكر خطاب السيد الذي تحدث فيه عن مطار مقابل مطار وميناء مقابل ميناء، تحدثوا عن أننا دخلنا مرحلة جديدة في المواجهة بين الكيان الصهيوني والمقاومة، وهي مرحلة التكافؤ الاستراتيجي والانتقام النسبي. هذا ما تحدث عنه السيد اليوم. أنه بإمكانكم إحداث ضرر في جانبنا، ولا أحد ينكر الإمكانيات الصهيونية طبعا بسبب الدعم الغربي والدعم الأمريكي المطلق، ولكن الطرف الآخر ليس متفرجا في هذه الحقيقة. ولكن حين اعترف الصهاينة في مذكر وفي مجلة، أهم مجلة أمنية واستراتيجية لهم من أهم معهد دراسات للأمن القومي، مرة أخرى يمكن قراءة العدد أكتوبر 2013، حين يعترفوا أننا وصلنا مرحلة جديدة وهي مرحلة التكافؤ النسبي والتكافؤ الاستراتيجي والانتقام النسبي، هذا الحديث كان قبل 9 سنوات. خلال هذه 9 سنوات أحدثت المقاومة قفزات ونقلات استراتيجية، بمعنى بسبب طبيعة التسليح وبسبب بنية المقاومة وبسبب المرحلة التي كانت فيها المقاومة، المقاومة كانت تنجز إنجازات وقفزات نوعية، وبالتالي ستكون لها تبعات استراتيجية على مستوى التدريب والتسليح والتشكيلات والتخطيط وحتى النفوذ وإلى آخره. في المقابل في الكيان الصهيوني طبعا كان هناك تحولات ودروس وعبر وإلى آخره، ولكن بسبب الدعم الغربي المطلق وبسبب طبيعة التسليح التي كانت لدى الكيان، كانت إمكانيات الإضافة هي مجرد إضافات تكتيكية أو إضافات كمية، بمعنى تحسين نوع الطائرات أو تغيير نوع الطائرات، زيادة عدد الطائرات إلى آخره من هذا يعني من هذا المجال. ولكن لم يكن هناك إنجازات استراتيجية. إذن منذ حرب 2006، إذن كل ما حصل تطور في الجانبين، في الجانب الصهيوني من جهة وفي الجانب العربي أو في جانب المقاومة من جهة أخرى، يشير إلى أننا أمام مشهد مختلف كليا. فحين نتحدث عن حرب تموز وانتصار تموز أنه كان محطة مفصلية، هذا حقيقي جدا وهذا دقيق جدا، لأن كل التطورات، وباعترافهم أنا لم أقتبس السيد حسن يعني كثيرا الليلة، رغم أن ما قاله هو ما يعني على الأقل ما يؤكده خبراؤهم في معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، ما يؤكده جنرالاتهم، ما يؤكده خبراءهم. الجانب الآخر، وهو حين كنا نتحدث دكتور سيف، هل تسمح لي قبل الجانب الآخر؟ نعم، بس بالخلاصات أفهم منك أنه عام 2006 كان في هنالك معادلة، يعني انتصر لبنان وانتصرت المقاومة بأنها أفشلت مخططات العدو، ولكن اليوم المعادلة التي باتت راسخة بأننا كما يحاول هذا العدو الإسرائيلي أن يدمرنا أو يدمر هذه المقاومة، هي قادرة على تدميره بالمقابل. وهنا نتحدث عن تكافؤ الذي أشارت إليه بشكل أساسي، التكافؤ الاستراتيجي. يمكن الخروج بهذه الخلاصة. نعم، يعني نعم، إذا أردنا أن ننظر إلى مراحل تطور المقاومة، المقاومة بدأت بأسلحة حرب العصابات التقليدية، الأسلحة الخفيفة وإلى آخره. في 1991 في فترة بعد استشهاد الشهيد عباس الموسوي وتولي السيد حسن نصر الله الأمانة العامة، أدخل للمرة الأولى سلاح الكاتيوشا، وفي الحقيقة تم استخدامه أثناء إما التجهيز أو أثناء جنازة الشهيد عباس الموسوي، وتحدث السيد حسن نصر الله عن ذلك في أحد لقاءاته. بعدها انتقلنا إلى تفاهم نيسان، وهي محطة مهمة جدا في تاريخ المقاومة، التي استطاعت المقاومة وللمرة الأولى في تاريخ الصراع تحييد المدنيين، وهذا تحييد المدنيين كان لصالح لبنان طبعا ولصالح العرب، وهي اتفاق غير مباشر
غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الصهيوني. ثم جاء أيار في حرب 2006. كانت كل التقديرات العسكرية، وأعتقد كان هناك تقرير على الميادين اليوم يتحدث عن تقديرات الخبراء الغربيين في الحقيقة لحرب تموز، ودراسة والسلسلة التي نشرتها مجلة آسيا تايمز. بعدها بدأ الحديث عن الحرب الهجينة، أنه ما أداء حزب الله في حرب تموز لم يكن أداء حرب عصابات، ولكنه لم يكن أداء جيش نظامي، ولكنه كان مزيج وهجين من كلا الحالتين. إذن هذا تطور عما كان عليه الحزب في عام 2006. ما بعد 2006 وحتى تقريبا ما بعد في حوالي سنة 2010، التقديرات كانت تشير أننا أمام مرحلة جديدة. أنا مرة في أحد مقالاتي قلت أنني بمعرفتي بحركات التحرر بسبب قراءاتي وعملي وتجربتي وتدريسي لبعضها، أنني لا أجد أي مفاهيم أو مصطلح لتوصيف المرحلة التي يمر بها حزب الله، لأنها غير مسبوقة. ثم بدأنا نرى تعريفات أو مفاهيم تصف حزب الله بالجيش المقاوم، وهي مرحلة أبعد من مرحلة الحرب الهجينة. والأهم من ذلك، لهذا قلت هي مقاومة من طراز جديد في البداية، لأن هذه المرحلة لم نشهدها حتى في فيتنام. بمعنى من المعاني، كانت هناك مراحل لم يمر الفيتناميون بها، ولكنها تجربة حزب الله كانت مختلفة. المدهش هو هذا، أن ليس المدهش فقط أن هناك تطور في أداء المقاومة، ليس المدهش أن هناك تحول وتحولات كبيرة، المدهش هو الزمن القصير الذي تحدث فيه هذه التطورات. وفي الجانب الآخر، وهذه حتى تكتمل الصورة، بما أن المقاومة كل هذه التطورات تحصل في جانب المقاومة، في الجانب الآخر هناك فعلا كما قال السيد حرفيا تراجع شامل نسبي، وأنا أؤكد على كلمة شامل ونسبي هنا، لأن الكيان الصهيوني أيضا يتعلم ويأخذ العبر ويحاول التجهيز للمواجهة القادمة، ولكن هناك عوامل موضوعية لا يمكن شراؤها، يعني هذه ليست مثل السلاح، لا يمكن شراؤها. دكتور سيف، هل يمكن أن تسمح لنا فقط، يعني سأتحدث عن هذه العوامل معك ومع الدكتورة ليلى، لأنك أشرت يعني بهذا الوقت القصير نحن نتحدث عن انعكاسات مباشرة ليس فقط للمقاومة كحركة تحررية يعني مقاومة فقط في لبنان، بل على المستوى الإقليمي الذي وصلنا به إلى حلف القدس ومحور المقاومة المتكامل. وأشار السيد نصر الله بأنه إذا تطورت المعركة ودخل يعني هذه المواجهة بشكل كامل محور المقاومة، لن يبقى شيء اسمه إسرائيل، يعني ينفي الوجود لهذا الكيان، وهذا يعني الكثير. وهنا اسمح لي أن أنتقل يعني معك ومع الدكتورة ليلى إلى هذه الصوتية، وأعود لأستكمل النقاش معكما بهذه النقاط. السيد نصر الله قال أن المقاومة باتت اليوم تمسك بزمام المبادرة بنسبة كبيرة، والاحتلال يختبئ خلف الجدران. واحد بيقدر يشوف بشكل عام أنه العدو انتقل من الهجوم، من صاحب المبادرة بالأعم الأغلب إلى وضعية الدفاع. وحتى لما بيهجم هو عم يهجم من موقع دفاعي، سواء بغزة أو بالضفة أو بسوريا. طبعا هذا بده شرح، بده وقت، لكن هاي هي الحقيقة. اليوم المقاومة في لبنان، في فلسطين، محور المقاومة في المنطقة، أمسك بزمام المبادرة بنسبة كبيرة، لا أقول بالمطلق وإنما أقول بنسبة كبيرة. إسرائيل الآن تختبئ خلف الجدران، خلف الجدران مع لبنان، خلف الجدران مع غزة، خلف الجدران في الكثير من أماكن الضفة. أما عن ثروات لبنان النفطية، فسيد نصر الله أكد أن الضمانة الحقيقية للحفاظ على حقوق لبنان من ضمن هذه الثروات هي احتفاظ لبنان بكل عناصر القوة وفي مقدمها المقاومة. وأضاف في كلمته في هذه المناسبة لنصر 14 آب أن عملية ترسيم الحدود البحرية ما كانت لتتحقق لولا البناء على نتائج حرب تموز 2006. الضمانة الحقيقية هو احتفاظ لبنان بكل عناصر القوة وبالمعادلة الذهبية وفي مقدمها المقاومة، قوة المقاومة، قدرة المقاومة، هيبة المقاومة، خوف العدو من رد فعل المقاومة إذا أراد أن ينتقص من حقوق لبنان. لأننا أيها اللبنانيون أمام عدو لا يحترم الاتفاقيات ولا التفاهمات. الذي يمنع العدو من الانتقاص من حقوق لبنان
في مياهه، في نفطه، في غازه، في ثرواته الطبيعية، سواء من الوزاني للليطاني لمياه البحر للنفط للغاز، هو قوة لبنان، هو فهم العدو أن أي اعتداء على لبنان أو انتقاص من لبنان أو محاولة مصادرة لما هو حق للبنان سيقابل برد الفعل القوي. دكتورة ليلى، أكثر من يتابع كلام السيد نصر الله، يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية تتوالى بالتعليق على هذا الكلام، يعني في يتحدثون بأنه لديه معرفة بالوضع السياسي في إسرائيل ويواصل إظهار ذلك بشكل عميق. وهنا اسمحي لي في جزئية أساسية أشار إليها، عملية ترسيم الحدود البحرية التي أخذت الكثير من الأخذ والرد يعني بالداخل اللبناني، ولكن بدء التنقيب، حصول هذه الترسيم، المعادلات التي فرضت أيضا بما يمتلكه لبنان، قوة لبنان بمواجهة الإسرائيلي، كيف تمظهرت بترسيم الحدود البحرية؟ والآن أين بتنا بهذا الملف؟ طبعا يعني إذا بدي بلش بالخلاصة وارجع اشرح، بدي أقول أنه لو لم يمتلك لبنان قوة لما يعني لكان بقي الغاز في البحر لعدة عقود كاملة. يعني الإسرائيلي يعتمد نفس السياسة ونفس الاستراتيجية بالنسبة لأي غاز في شرق المتوسط. أول شيء بيستند على الضغوط الأمريكية، يعني هذا اللي حصل بغزة أيضا ببحر غزة، وحصل في لبنان، يعني منذ اكتشاف النفط ومنذ بداية الحديث عن المراسيم النفطية لغاية اليوم، يتكل بداية على الضغوط الأمريكية على السياسيين في الداخل، سواء على السلطة الفلسطينية أما على المسؤولين اللبنانيين. ثانيا يعني بيمنع اي توصل لاي اتفاق مع اي شركه خارجيه، والامريكيين يقومون بدورهم كاملا، يعني سواء ضغط بالداخل او ضغط على الشركات العالميه لكي لا تاتي، وبتعرفي انه اذا هددوها بالعقوبات لن تاتي مطلقا. الامر الثاني اللي بيعملوه انه بيخلقوا اشكال على قانوني على الحدود، فبيبلشوا يرسموا خرائط وحدود، وبيصير مثل عملوا بغزه وعملوا بلبنان، الخط 23، الخط 1، ولا هذا حدودنا وهذا حدودكم، بيخلقوا اشكال قانوني، وهنا تتدخل الدول ايضا، وبيقولوا انه قبل ما ينحل هذا الاشكال القانوني لا تستطيع الدول اللي عندها شركات تنقيب، شركات كبيره، الشركات لا تستطيع ان تاتي طالما لم يحل هذا الاشكال القانوني مع اسرائيل. بالأمر الثالث اللي عملته مع غزة أيضا، الآبار التي تكون على الحدود مباشرة، مثل حقل قانا مثلا، ما حصل مع حقل قانا وحقل ماري بيبي بغزة، ببلش الإسرائيلي لأنه هو عنده إمكانيات، عنده تقدم يعني بالتكنولوجيا، عنده شركات ودول خارجية أوروبية أمريكية مستعدة أنه دايما تجي تدعمه، ببلش التنقيب وببلش السحب من هذا البئر، فيجففه قبل أن يعني يستدرك الطرف الآخر وأنه يأخذ حصة منه، وطبعا لا يعطي حصصا لأحد لأنه الإسرائيلي معود أنه يستعمل البلطجة على 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 الجميع. فهذه السياسة كان هو عم بيستعملها مع لبنان نفسها، يعني الحقل في غزة اكتشف عام 1999، ولغاية اليوم لم تستطع سواء السلطة الفلسطينية أو غزة بأنه تقدر تجيب شركات نفط، شركات لكي تنقب في هذا الغاز اللي هو كله بالمحيط الإقليمي أو بالمياه الإقليمية بغزة، وهذا ما حصل ولغاية اليوم ما قدروا، مع بالرغم من أنه اليوم ملف أيضا داخلي يعني يطرح في الداخل الفلسطيني، قيل مثلا بين لقاءات السلطة الفلسطينية وكذلك حركة حماس، كانت مصر بمؤخرا أنه هي اللي بدها تحل الموضوع وتأخذه على عاتقها، وبتعرفي أنه الضغوط الغربية على جميع الدول العربية، وخاصة أيضا حتى يعني الشركات غير مستعدة، إذا كان هناك تهديد بالعقوبات غير مستعدة أن تأتي. فهون بدي أرجع لنفس الخلاصة، أنه لو لم يكن للبنان قوة لما استطعنا أن نرسم الحدود، لما استطعنا أن نحصل على حق بالتنقيب على الأقل في البلوك 9، وحتى لما توتال وقفت بالتنقيب بالبلوك 4 وهو بعيد جدا، هو نتيجة للضغوط التي كانت تمارس على توتال لكي ترحل من لبنان، وجزء من الضغوط على لبنان متحدثة يمكن كذلك بالحصار الاقتصادي، إذا لا يكن بقانون قيصر بشكل مباشر على لبنان، ولكن يعني الاستثمارات، محاولة إبعاد
استبعاد أي مستثمر حتى بشكل أو بآخر هي تمارس هذا الضغط الاقتصادي وهذا الحصار وهذه العقوبات دكتورة ليلى كذلك ليس على لبنان. ليس نحن بالمنطقة هون ليس فقط نتعرض لعقوبات يعني سوريا أكيد في عندها قانون قيصر، ولكن نحن ما زلنا اليوم لغاية اليوم نخضع للسياسة التي ابتدعها دونالد ترامب ب 2018 وهي سياسة الضغوط القصوى على إيران على لبنان على سوريا وعلى العراق وعلى غيرها. فإذا ولو لم يكن هناك قانون مخصص للبنان ولكن هم قالوا الأمريكيين قالوا بأن من ضمن الضغوط القصوى يجب أن نجفف المنابع المالية لحزب الله، وحتى لو يعني أنه انهار لبنان قد يكون هذا أفضل، ولكن المشكلة أنه أتت بنتيجة عكسية. اليوم كل التقارير التي تقدم للكونغرس حول الوضع اللبناني تقول بأنه بالعكس أتت هذه السياسة بنتيجة عكسية، فبدل أن يعني يتضرر حزب الله من هذه الضغوط القصوى التي نمارسها على لبنان استفاد حزب الله وبيئته، وبالعكس تضرر لبنان. فهون بدنا نقول أنه المعادلة أنه إذا كان لديك قوة تستطيع أن تفرض معادلات، إذا لم يلاقي يعني القوة ليست للمقاومة، القوة هي للبنان بأكمله. حينما يتحدث عن نسيج اجتماعي كامل لهذا المجتمع اللبناني يعني هذا قوة لبنان، قوة دولة لبنان. وأشار أيضا إلى الضمانة الأساسية للجيش اللبناني، وهنا سنتحدث عن الداخل، ولكن بجزئية قبل أن أذهب إلى الدكتور سيف، تلعبون لعبة يعني وجود وفناء فيما قال يعني بهذه التصريحات وهذه التهديدات، وصفها بالحركات البهلوانية الإعلامية وليست بواقعية، وواضح أنه الإسرائيلي حتى يتعامل بواقعية مع قدرات تراكم أو تراكم قدرات المقاومة بشكل أساسي لليوم. أين بات محور المقاومة حينما يطلق تهديد واضح ومعادلة بأننا قد ننفي وجود هذا الكيان في المنطقة إذا ما حصلت هذه المواجهة الشاملة؟ اسمحي لي فقط أن أجيب أيضا على العبارة اللي بلشت فيها أنت حضرتك هلأ بهيدا السؤال، أنه هذه المقاومة هي قوة للبنان. يعني نحن صحيح. لما بلشنا بالجزء الأول وحكينا عن أنه منع الحرب ومنع أنه الإسرائيلي يكزدر على لبنان كل يوم ونزهة يسميها نزهة ويحتل لبنان، ومنع الإسرائيلي من أن يفكر مجرد تفكير بأنه سوف يشن حرب على لبنان. هذا يعني لما نحكينا عن الردع النووي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، والردع بين لبنان الدولة المستضعفة والتي لا تحصل على أي مساعدات والتي تتهم بالعجز من كل النواحي، وبين إسرائيل التي تحصل على كل الدعم الأوروبي والأمريكي وكل التسليح والمساعدات الغير مسبوقة عسكريا وتقنيا واقتصاديا، بين هاتين يعني بين الكيان وبين لبنان جبهتي الصراع يمكن القول، لأنه بتنا أمام مشروعين في المنطقة. أنه تتقدري توازني وتتقدري تردعي عدو بهذه، هو أساسا يقوم على فكرة التوسع. لما مشي ديان بالستينات تحدث أنه إسرائيل هي القلب المزروع في جسد، يجب دائما أن تحقنه بالمنشطات وبالقوة وإلا سوف يموت. الإسرائيلي بني على فكرة القوة، بني على فكرة الردع، وكما تحدث السيد حسن نصر الله على فكرة أنه الحسم. الإسرائيلي لم يعد يمتلك الردع ولم يعد يستطيع أن يحسم، وبالتالي عندما لم يعد يستطيع أن يحسم، وهذا الدرس أخذه بحرب تموز ثم فيما بعد بما يقوم به مع الفلسطيني بغزة، عندما لم يعد يستطيع الحسم بات الإسرائيلي لأول مرة في تاريخه بعد للعشرة قبل ما يقوم بأي عدوان، وهذا لم يكن في السابق. هون تغيرت المعادلات. هل لبنان عنده بعد نقاط عجز؟ طبعا، ولكن لديه نقاط قوة يستطيع أن يردع فيها. وقال عودوا يعني إلى تحديدا تجربة وزراء الأمن، رؤساء يعني الأركان السابقين، قادة الاحتلال إلى ما خضوه مع لبنان مع المقاومة اللبنانية، هو سيعطيكم الإجابة على هذه الجزئية. لا أعلم إذا كان الدكتور سيف دعنا، هو ليس جاهزا معنا حتى الآن. سأذهب إلى نقطة أيضا أساسية، أنه الإسرائيلي بشكل نسبي لم يستطع
يرمم صورة الردع. لماذا؟ لأنه في المناورات، في التجهيزات، في التطوير، في الدعم الإسرائيلي، في هذا المجتمع الدولي الذي يؤمن له الغطاء، والدور الوظيفي الذي يقوم به الدكتورة ليلى اليوم لهذا الكيان هو مشروع مستمر، لأنه حرب تموز كانت إسقاط أيضا لمشروع الشرق الأوسط الجديد، والتي أتت كونداليزا رايس إلى المنطقة ونظرت له، وأيضا يعني القيادة الأمريكية أو مشروع الولايات المتحدة والغرب هنا. اليوم يمكن الحديث عن مشروع آخر في المنطقة، إفشال هذا المشروع بالتالي، وإنقاص عدم القدرة لدى الإسرائيلي بإمكانية محاولة ترميم هذا الردع. حرب تموز 2006 أسقطت الدور الوظيفي لإسرائيل، راهن الغرب على دور وظيفي لإسرائيل بسبب يعني الحروب التي قامت بها إسرائيل، والحروب التي يعني استطاعت أن تربحها بطريقة سريعة نوعا ما، ولكن كانت إسرائيل هي مثل قلعة الدفاع عن ما يسمى القيم الغربية، وكان لها دور وظيفي في المنطقة، ليس فقط قيمي ليبرالي ولكنه أيضا دور وظيفي عسكري، كانت قاعدة متقدمة للغرب في هذا الشرق الأوسط وحامية مصالحه. عندما يعني تأتي إسرائيل بحرب تموز وتواجه، أنا أقتبس من تقرير فينوغراد، مجموعة من المقاتلين، يقول مجموعة من المقاتلين هزمت أعتى جيش في الشرق الأوسط، هذه عبارة من تقرير فينوغراد. عندما يقول هذا تقرير فينوغراد، أي دور وظيفي ما زال يعول عليه الغرب لإسرائيل؟ اليوم إسرائيل تحتاج إلى الدعم الغربي، تحتاج إلى المنشطات الغربية الدائمة، تحتاج إلى أن الغرب يعني يساعدها ويساعدها لأنه تضل واقفة على إجريها، بدل ما تكون هي قاعدة متقدمة للدفاع عن الغرب. هذا التبدل ليس تبدلا، يعني ليس تبدلا سهلا هون، هذا ولكن سريعا كان، يعني بالوقت كنا نتحدث يعني عن أعوام فقط، وهذا ليس بالأمر السهل يعني بتاريخ الدول، يعني وأنت أعلم دكتورة ليلى بالعلاقات الدولية بتاريخ الدول، بأن يتحول هذا الدور من الدفاع، يعني من الهجوم إلى الدفاع، وهذا أشار إليه السيد حسن نصر الله، يعني هذا يعني الكثير بالنسبة لتاريخ هذا الكيان. طبعا يعني الدولة نحن بقينا لما الأمريكان، تعرفي أنه دولة عظمى، لما الأمريكان خسروا بفيتنام احتاجوا إلى الكثير من الوقت لكي يعودوا ليتدخلوا عسكريا في دول أخرى، وفشلوا مرة ثانية، يعني دخلوا بالعراق في عام 2003 العراق وأفغانستان 2001. وفشلوا بالعراق وفشلوا بأفغانستان، يعني الحرب واحدة تخسرها دولة كبرى تؤثر على مفاهيم الأمن القومي لمدى أعوام. اليوم يعود الأمريكيون إلى no boots on the ground، يعني ممنوع أنك تبعت جيش أمريكي، يعني بالرغم من اليوم يعني هلأ بالمناسبة بالرغم من كل التهديدات التي نسمعها هنا وهناك بأن الأمريكيين يتحضرون لشيء ما في الشرق السوري، ما لم يفعله الأمريكي عام 2013 لن يفعله اليوم بال 2023، خاصة بعد مراكمة القوة، صحيح أنه الجميع يحاول أن يراكم القوة، ولكن أن تكوني أم بتبلشي من الصفر وتراكمي قوة تتوصلي لمستوى تردعي جيش كان أساسا لما أنت بلشتي من الصفر كان هو أعتى جيش في الشرق الأوسط، هذه نسبيا كما قال السيد حسن، نسبيا يعني أنت تفوقتي على 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 جيش الاحتلال الإسرائيلي. أنا ما بدي أنسى كمان أنه ما يكبده الفلسطيني للإسرائيلي، حتى هذا يعني بانعكاس أيضا وتداعيات نتائج هذه الحرب، يعني تحديدا في تموز كيف انعكست على هذا الخط، وهنا قصدت يعني محور كامل مقاوم قادر على الفناء ووجود هذا الكيان وإزالته من الخارطة، وهذا كلام يعني مهم جدا دكتورة ليلى. أنا مضطرة للذهاب إلى فاصل قصير، سوف نعود لاستكمال النقاش ولا سيما بالمحطة الثانية، يعني محاولة ومشاريع أخرى عبر الفتنة، عبر التحريض بالداخل اللبناني لإضعاف المقاومة، وأشار إليها بخطابه أو بكلمته كما قلت الهدوء والواثق حتى برسائل إلى الداخل اللبناني. بعد الفاصل اسمحي لي أحكي عن زوال إسرائيل إذا بتريدي، أكيد بالتأكيد سنذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود لاستكمال هذه المسائية الاستثنائية من بنت جبيل حتى منتصف هذا الليل، فلا تذهبوا بعيدا مشاهدينا الكرام لو سمحتم.
من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المسائية التي نقدمها في إحياء الذكرى 17 لانتصار تموز تحت عنوان وتغطية الميادين النصر يتعاظم من بنت جبيل في جنوب لبنان. في هذه التغطية أيضا نعود ونرحب بالدكتور سيف دعنة أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسن عاد معنا عبر الهاتف، وأيضا نرحب الآن بالدكتور رياض الصداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف معنا من جنيف. سأستأنف الحوار معك وأيضا ترحيب دائما بك دكتورة ليلى أنقولة هنا في استديو الميداني للميادين من بنت جبيل. سأستأنف الحوار معك دكتور سيف معنا عبر الهاتف بيمكن عنوان أساسي، زوال إسرائيل من خلال هذه المواجهة المباشرة لمحور المقاومة، ماذا يعني وكيف فشل المحتل بترميم صورة الردع له طيلة هذه السنوات؟ أولا أعتذر، يعني يبدو هناك حالة جوية عاصفة في المنطقة اللي أنا موجود فيها وبالتالي الواي فاي مقطوع. صحيح، أعاقت الاتصال بالصوت وبالصورة. أعتذر، يعني أنا السردية التي حاولت ولا يهمك وتطور الأحداث التي حاولت أن أسردها توقفت عند كان المرحلة اللاحقة للتكافؤ الاستراتيجي والانتقام النسبي هو ما حدث في شبعة في كانون الثاني 2015 بعد استشهاد الشهيد جهاد مغنية ورفاقه ورد حزب الله. طبعا بالبداية لا يمكن التقليل مما حدث لسببين أساسيين. السبب الأول أن الله رد، قام برد، وفي الجانب الآخر ابتلع الكيان الصهيوني الرد، وهي المرة الأولى التي تحصل بهذه الطريقة. ابتلع الرد رغم أن المقاومة أعلنت أنها سترد وقامت بالرد وأعلنت مسؤوليتها عن الرد، وفي المقابل كان الرد الصهيوني هو السكوت تماما وتقبل هذا الرد أو ابتلاعه. بعدها بدأت تقارير معهد دراسات الأمن القومي تتحدث عن مرحلة جديدة يسموها مرحلة تقليل المخاطر، وبالتالي ليست القضية هنا أنهم لم يعودوا يتحدثوا عن انتصار في مواجهة المقاومة أو تدمير في مواجهة المقاومة، أصبحوا يتحدثوا، والمذكرة هي مذكرة لمعهد دراسات الأمن القومي لمن يريد أن يقرأ رقمها 649 لجابي سيبوني من أحد أخصائيي معهد دراسات الأمن القومي. لكن كل هذه السردية هدفها الأساسي هو أن نقول أن هناك التراجع النسبي الشامل الذي تحدثت عنه في مقابل التطور والتقدم، ربما يمكننا توصيف حال الكيان الصهيوني بأنه شاخ أو يشيخ، وفي المقابل المقاومة لا تزال فتية وتصعد. بهذا المعنى هذه السردية أو هذه الأحداث وما استتبعها من تطور في جانب المقاومة وتراجع في جانب الكيان الصهيوني كانت جزءا من مسارات جديدة بدأت تتشكل، مسارات عالمية تؤثر في مرتبطة أساسا بالهيمنة الأمريكية والهيمنة الغربية على العالم وتراجعها، وهذه لم تعد الآن مسألة تقدير بقدر ما أصبحت حقيقة وواقع مما يحصل بين الصين والولايات المتحدة، مما يحصل بين روسيا من جهة وكل الدول الناتو وتحديدا الولايات المتحدة في أوكرانيا، أن هناك مسار عالمي جديد يتشكل، وهذا مهم جدا لأن النكبة حصلت ووجود الكيان الصهيوني ارتبط بحالة عالمية تسمح بوجود هذا الكيان، وليس فقط تسمح ولكن تدعم وجود هذا الكيان. الجانب المسار الآخر الذي بدأ يتطور أيضا هو مسار إقليمي مختلف، يعني ما حصل فيما سمي بالربيع العربي لو كان هدفه الأساسي هو إعادة تشكيل وتركيب المنطقة بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية ليس فقط للمنظومة الغربية ولكن أيضا للكيان الصهيوني، وأيضا وجود الكيان الصهيوني كما هو مرتبط بحالة عالمية هو مرتبط أيضا بحالة إقليمية، بمعنى أنه حتى يكون هناك كيان صهيوني يجب أن يكون الوطن العربي مقسم وأن تكون مصادر الوطن العربي مشتتة وأن يكون العرب في حالة صراع بينهم وليس في حالة وحدة. العامل الآخر أو المسار الثالث الذي بدأ يتشكل، وطبعا كان للمقاومة دور أساسي جدا في البعد الإقليمي، العامل المسار الثالث الذي تشكل وأيضا هو مرتبط بوجود الكيان هو المسار المحلي. ليست فقط أهم ما في هذا المسار المحلي أن الكيان الصهيوني تأسس ككيان أشكنازي، وحين أقول كيان أشكنازي أقصد كيان أشكنازي بالمعنى الثقافي بالمعنى السياسي، كان هناك هيمنة سياسية، هيمنة ثقافية، هيمنة اقتصادية، هيمنة عسكرية للأشكناز على هذا الكيان، وهذا كان مهم بالنسبة إليهم لأنه هذا يسهل عملية الاندماج في المنظومة الغربية
التي كانت تهيمن على العالم، وبالتالي كانت تسمح بوجود الكيان الصهيوني وتدعم وجود هذا الكيان الصهيوني. هذا العامل او هذا المسار يتحول. ليست بالضرورة ان هناك تغيرات ديموغرافية، وهناك تغيرات ديموغرافية طبعا في داخل الكيان الصهيوني وهي مرتبطة بالأزمة الراهنة، ولكن هذه التغيرات الديموغرافية ايضا مرتبطة بتراجع في الهيمنة السياسية والهيمنة الثقافية والهيمنة الاقتصادية والهيمنة العسكرية للأشكناز التي تسمح لهم او تجعل من إمكانية الكيان الصهيوني للاندماج في المنظومة الغربية سياسيا وعسكريا واقتصاديا وغيره، وأيضا أن تفترض بالتالي الدعم الغربي من الدعم للمنظومة الغربية. كل هذه المسارات التي تتشكل عالميا وإقليميا ومحليا تقود باتجاه واحد، وهذه عوامل موضوعية، هذه بالضبط العوامل الموضوعية والبنيوية التي تحدثت عنها. بهذا المعنى ليست هناك إمكانية هنا لأن يقوم الكيان الصهيوني بالتخطيط لكيف يمكن ربما يمكن التعامل مع تقليل المخاطر كما قالوا، ولكن لا يمكنهم بأي حال من الأحوال ككيان صغير ويعني بإمكانياته وقدراته وإلى آخره رغم كل الدعم الغربي، لا يمكنهم أن يؤثروا في المسار العالمي الذي نرى الصراع فيه دائر بين دول كالصين وروسيا من جهة ومنظومات ودول إقليمية تدعمها من صحيح جهة وتشكل نظام دولي جديد. بالضبط، يعني لا يمكن للكيان الصهيوني أن يؤثر في تشكيل المسار الدولي والمسار الإقليمي أيضا أو المسارات الإقليمية. وأهم عامل إقليمي راهنا هو التطور الذي حصل على محور المقاومة الذي أصبح في يده كما قال السيد أو في أيديه كما قال السيد زمام المبادرة، جانب أساسي من المبادرة، وأيضا العامل المحلي. هم لا يستطيعوا حتى أن يتعاملوا مع التحولات المحلية لأنها أيضا تحولات بنيوية، يعني لا يستطيعوا تغيير التركيبة الديموغرافية، أن الحريبين مثلا نسبة المواليد لديهم تتجاوز بكثير الأطراف الأخرى صحيح، وهذه أزمة بنيوية يعني أساسية من ضمن ما يعاني منها الكيان. وصلت الفكرة دكتور سيف. يعني لكن يعني أنا أود أن أقول فكرة أخرى وارتبط فيها وبسرعة، أن في هذه بشكل سريع لو سمحت، في هذه المسارات كان للمقاومة دور أساسي، المقاومة دور أساسي جدا في ليس فقط في تأسيس لهذه المسارات تحديدا المسار الإقليمي، ولكن أيضا في التحول السريع على 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 هذا المسار على المستوى الإقليمي. والجانب الأساسي في هذا الموضوع ليس فقط الهزيمة العسكرية ولكن أيضا الهزيمة على مستوى الوعي. يعني كان قبل عدة سنوات، وهذا ربما يكون أحد أسباب فشل تجارب المقاومة السابقة، كان حتى قبل عدة سنوات القليل من الناس كان يشكك في فكرة أن إسرائيل كيان أو الجيش الإسرائيلي لا يقهر. الآن هذه أصبحت مزحة ونكتة سمجة في الحقيقة، ليس لأنه كما قال السيد بالحرف رأينا ذلك بأم أعيننا، يعني رأينا ذلك في عيش الشعب، رأينا ذلك في حرب تموز، رأينا ذلك في غزة، رأينا ذلك في أكثر من مكان. وصلت الفكرة دكتور سيف. دعنا يعني هذه العوامل الموضوعية والمسارات الثلاثة التي أجملتها، يعني تحديدا المسار الدولي الإقليمي وكذلك المسار المحلي والبنيوي في الداخل الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسن، كنت معنا من شيكاغو عبر الهاتف. وهنا أنتقل إليك دكتور رياض صيداوي، لو سمحت أن أنطلق من جزئية أساسية بما قاله السيد حسن نصر الله، كيف باتت اليوم، يعني ما الذي قصده بأن محور المقاومة والمقاومة باتت تمسك زمام المبادرة بنسبة كبيرة، وكيف أيضا يعني انتقل هذا العدو، انتقل من الهجوم من كونه صاحب المبادرة إلى أن يكون في موقع الدفاع ومحاولة البحث باستراتيجيات الدفاع؟ وهذا ما حدث، صدق السيد حسن نصر الله لأنه كل ما وعد به تحقق على الأرض. يعني الكيان الصهيوني والعرب جولات، خليني نذكر ربما بسرعة، تعرف المقاربة التاريخية هامة جدا حتى نفهم كلام السيد حسن نصر. عام 48 وقعت النكبة والحرب العربية الإسرائيلية وانهزم العرب لأسباب عديدة، الراحل جمال عبد الناصر تحدث عن الأسلحة الفاسدة وعن مؤامرة الملوك، دعني أقول لك هذا للتاريخ، قائد الجيش الأردني كان ضابط إنجليزي اسمه جلوب باشا، جنرال جلوب باشا يعني قائد جيش عربي لتحرير فلسطين انجليزي.
جاءت حرب 56 وكانت انتصارا كبيرا جدا، رفعت من أسهم جمال عبد الناصر والقومية العربية، لأنه مشروع العدوان الثلاثي انهزم وقدمت سوريا كل ما لديها والشام ولبنان لمصر عبد الناصر. الصهيونية والاستعمار ثأروا في 67 بضربة غادرة، نكسة 67 ضربة غادرة، وكان لابد من الثأر. صحيح حرب الاستنزاف كانت جولة ممتازة، حرب أكتوبر 73 كان انتصار عسكري وشبه انتصار عسكري حوله السادات إلى هزيمة سياسية مروعة. أحمد فؤاد نجم شعر راحة يقول يا خوفي من نصر لترجع سينا ونخسر مصر، فعلا رجعت سينا وخسرنا مصر. عام 82 عربد الكيان الصهيوني ووصل إلى مشارف بيروت، إلى أن جاءت المقاومة اللبنانية بقيادة السيد حسن نصر الله، فوضعت حداً للعربدة وحداً للاستهزاء والسخرية والاستهانة الصهيونية بالمقاتل العربي المسلم، بالمقاتل اللبناني والفلسطيني إلى آخره. فبدأت معركة التحرير، ثم جاء درس تموز يوليو جويليا 2006. هذه المعركة هي حسب رأيي انتصار لنكسة 67 وانتصار لنكسة 1982، وبينت المقاومة أنها صاحبة المبادرة. كان يخطب السيد حسن نصر الله على المباشرة، وأبي رحمه الله كان يشاهد معي، يعني توفي مؤخرا، كان يخطب ويقول انظروا ستسقط السفينة، ستصاب السفينة الإسرائيلية. وهذا ما حدث، يعني مباشرة في نفس اللحظة تم إصابة وتدمير هدف بحري هام جداً إسرائيلي. إذن أصبحت المبادرة في يد المقاومة اللبنانية. كم مرة يحدث اشتباك نوعا ما ثم لعي الكيان الصهيوني ببعض الجمل الرنانة خاصة نتنياهو ثم يصمت ولا يتحرك؟ لماذا لا يتحرك؟ حبا في لبنان، حبا في المقاومة، حبا في العرب، حبا في المسلمين، لأنه يخاف من الردع، يخاف من القوة، فلم تعد له المبادرة. هذا ما قصده السيد حسن نصر الله، لم تعد الكيان الصهيوني. وهنا يعني صحيح سيدفع ثمنها عشرات. انتقلت المقاومة حتى على المستوى المعنوي، يمكن القول بإعادة كما ذكرت يمكن هذه الصفحة المضيئة بالنسبة للعرب، بالنسبة للمنطقة، لكل الحركات التحررية، استعادة هذه الصورة، صورة الانتصار. ولكن أن نصل دكتورة ليلى، وهذه جزئية أساسية سأترك يمكن لك القليل من الوقت، ولكن للحديث عن زوال إسرائيل، هل هذا يعني نحن نتحدث عن خطوة أساسية أسستها حرب تموز للوصول إلى هذا الهدف، وكيف؟ أدي معي وقت قليل جدا شوي، لأنه لا أكثر شوي، 30 ثانية. الدول التوسعية عادة بتكون قوية كتير، ولكن بتوصل لمرحلة أنه اقتصاديا بتبلش تضعف، وبيبلش شعب الدولة التوسعية ما يعود مآمن بهذه الإمبراطورية أو بالحلم للإمبراطورية تبعها، وعندما تتعرض لهزيمة تكون هذه بداية الانحدار. أسرع من هيك ما بقى فيني. لا أبدا، أنا سأنتقل فقط لأنك لبنانية ومتابعة أيضا للشأن اللبناني، وفي عناوين أساسية سنفصلها أيضا بعد قليل مع ضيوفنا، ولكن أود أطرح معك دكتورة ليلى، تحدث عن حادثة الكحالة أيضا بهذا الهدوء الواثق برسائل داخلية مهمة جدا، يعني تحدث عن بعض المسؤولين اللبنانيين، التحريض للأسف والتجيج الذي مارسته بعض القنوات اللبنانية كانت السبب المباشر بسفك هذه الدماء، ويعني محاولة تظهير صورة أخرى أو خلق فتنة بالداخل اللبناني. كيف فهمتي الرسائل اليوم التي وجهها السيد حسن نصر الله؟ نحن بحاجة لكل أصوات التهدئة. على مواقع التواصل الاجتماعي كان في الكثير من الحروب الكلامية والحروب الطائفية التي لم تخدم أبدا، لم تخدم للمقاومة ولا المسيحيين ولا أي طرف من الأطراف، كانت تخدم أعداء لبنان فقط. نحن بحاجة إلى صوت العقل، نحن بحاجة إلى إعادة التفاهم بين اللبنانيين. أنا بعتقد أنه التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله كان ضروريا، يعني كان ضروري بحرب تموز. يعني التيار الوطني الحر والعماد ميشيل عون أنا بعتبرهم أنه كانوا أجزاء من انتصار، يعني هن جزء لا يتجزأ من لا خيار أمام البلد إلا الشراكة والسير مع بعض ولو ببطء
أفضل من أي خيار آخر، وهذا يمكن دليل على المسار الحواري القائم الآن ما بين. لا، بغض النظر عن المسار الحواري، بغض النظر عن المسار الحواري، نحن ليس فقط يعني علاقة التيار الوطني الحر والمقاومة ليست فقط اليوم وانتخاب فرنجية والكحالة، هي مسار أكبر من هيك، هي مسار كان يعول عليه لبناء البلد، هو مسار بدأ من ما قبل حرب تموز، كان يعني تعمد بالدم بحرب تموز ويعني ساهم بانتصار حرب تموز، كان يجب أن يبنى عليه ويجب وبعده لحد هلأ يجب أن يبنى عليه للتقريب بين اللبنانيين، وإذا كمان في أطراف تانية ممكن تنضم لهذا التفاهم يجب أن ينضموا. هناك دائما من يريد أن يخرب المجتمع اللبناني لمصالح شخصية لمصالح خارجية، البديل أن يكون هناك تفاهم، أن يكون هناك حوار، أن يكون هناك خنق لكل أصوات التي تنادي بالفتن الطائفية، مسلمين مسيحيين وإلى آخره، هذا اللي سمعناه بهذه المرحلة. بعتقد أنه في عدة شغلات يجب أن تبنى على الانتصار، بما أنه وقتي قليل يمكن بس اسمحي لي أني أقولهم. أول شغلة، نحن مقومات القوة طبعا حققناها مع العدو الإسرائيلي بحرب تموز، ولكن مقومات القوة في الدولة عندما يهددنا الإسرائيلي نعيدكم إلى العصر الحجري، يعني نحن فعليا نحن من 2019 لغاية اليوم تقريبا رح نصير بالعصر الحجري. فإذا الداخل اللبناني يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى مثل ما قال عماد ميشيل عون، سيقع الهيكل على من فيه، مكافحة الفساد، بناء الدولة، تفاهم بين اللبنانيين، الوحدة المجتمعية، عدم السماح بفتنة مسيحية إسلامية. بعتقد هودي كمان بيراكموا انتصار مع انتصار صحيح. المقاومة لا ينفع أنك أنت ألف معركة خارج لبنان ولا معركة داخل لبنان. كل هذه الانتصارات إذا لم نستطع أن نبني وحدتنا الداخلية، إذا لم نستطع أن نبني دولة لمواطنينا، أنه شو بينفعني أنا إذا انتصرت على إسرائيل وهاجروا اللبنانيين، شو بينفعني إذا مش قادرين ناكل خبز قعدنا على طوابير الخبز قعدنا على طوابير البنزين. أي انتصار لنا ونحن دولة من كل الأطراف يعني. نعم. في الداخل اللبناني دكتورة ليلى، ومن هنا انطلاق هذا الحوار صحيح، وإبعاد هذه الفتنة. نعم. وخلق هذه المسارات تحديدا لوأد هذه الفتنة وخلق دولة قادرة بهيكليتها وبنيتها على مواجهة كذلك هذا المحتل ومراكمة، لأنه نحن أمام معادلة يعني ثبتت عبر الوقائع، الجيش والمقاومة والشعب. شكرا جزيلا لك دكتورة ليلى نقول، أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. وأنتقل مباشرة إليك دكتور رياض صيداوي من جديد فيما يتعلق، قبل أن أناقش معك الداخل اللبناني وبعد قليل سوف نناقشها أيضا مع ضيفنا الدكتور وسيم أبزي الخبير في الشؤون السياسية، ولكن في نقطة أساسية، ترميم صورة الردع الإسرائيلي، أين باتت اليوم قدرات هذا الكيان ولماذا فشل؟ يعني أين كانت الثغرات لدى هذا المحتل الإسرائيلي إذا ما أردنا يعني أن نراقب هذا الكيان بأزماته الداخلية على المستوى الداخلي على المستوى السياسي، حتى وصلت إلى تراجع كفاءة المؤسسة العسكرية وهي العمود الأساسي لهذا الكيان؟ هو في الواقع الكيان الصهيوني تم أسطرته نسبة إلى الأسطورة من قبل بعض الأنظمة العربية وأذرعها الإعلامية، كانوا ينفخوا فيه الجيش الذي لا يقهر، الدولة التي لا تقهر، إذن البديل الحل التطبيع الانهزامي. كان خطاب الانهزامية قبل دخول المقاومة اللبنانية وقلب المعادلة رأسا على عقب، كان خطاب الانهزامية سائدا وروج له سينمائيا، أغنية، شعر، روج له إعلاميا، صحف، فضائيات إلى آخره. الخطاب الانهزامي خطاب الرجعية العربية. الكيان الصهيوني الآن هو الذي يعاني وهو من في ورطة، باعتبار أن هزيمته في لبنان وحتى هزيمته في فلسطين، لأن الانتصار اللبناني أصبح نموذج يحتذى به، أصبح مرجعية اقتدت به المقاومة الفلسطينية في غزة، الآن تقتدي به المقاومة الفلسطينية في الضفة. لبنان، المقاومة اللبنانية، حزب الله انتصر على الكيان الصهيوني، لما لا ننتصر نحن؟ إذن الأسطرة تم تحتيمها، تحتيم أسطورة الكيان الصهيوني الذي لا يقهر عن طريق حزب الله، وهذا طبعا ما أثار رعبهم. والدول التي تنهزم في الخارج عادة ما يحدث فيها تصدع في الداخل، باعتبار الآن أصبح الكيان نفسه من يعاني هذا التصدع. الدليل على ذلك ظهور
التيار الفاشي أكثر من يميني متطرف وعنصري أصبح فاشيا. هذا بن فقير وزير الشرطة شاهدته خطاباته يقتل، يقول اقتلوا العرب اقتلوا الفلسطينيين في كل مكان. يعني نحن أمام حكومة فاشية، وهنا تصدع المجتمع الصهيوني. حتى العواصم الغربية التقليدية من واشنطن وباريس ولندن وبرلين المتضامنة مع كيان الصهيوني دائما وجدت نفسها في حرج مع حكومة نتنياهو ومع بن فقير ومن يحيطه، لأنها تنادي ظاهريا بلغة إنسانية ولغة السلام ولعم السلام، لكن هذا خطاب فاشي، خطاب نازي بالنسبة للنازية وللفاشية. إذا وضع حتى العواصم العربية في حرج شديد، والتي بدت على استحياء تنتقد في نتنياهو وبن فقير. إذا الآن التصدع في الكيان الصهيوني، التصدع في المجتمع الصهيوني بدأ يتصدع من الداخل، لأنه صورة البطولية والأسطورة أنه قادر على سحق العرب والانتصار عليهم انتهت على يد المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. وعلى فكرة المقاومة الفلسطينية تدربت وتسلحت على يد المقاومة اللبنانية، صواريخ كورنيت التي تمتلكها المقاومة في غزة أوصلها حزب الله وتبرع بها وأهداها وقدمها الجيش العربي السوري. إذن محور المقاومة يسجل نقاط، يتسع، ينتصر، وفي المقابل الكيان الصهيوني يتصدع ومن الداخل. نعم دكتور رياض، اسمح لي يعني الآن انضم إلينا في هذه المسائية أن أرحب بالدكتور وسيم بزي الخبير في الشؤون السياسية. أنت من سترحب بنا، أنت ابن بنت جبيل، ابن هذا الجنوب اللبناني. تحية انتصار لك دكتور وسيم، وأهلا بك. تحية لحضرتك ست وفاء ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الميادين، وتحية لروح الشهيد القائد خالد بزي الحاج قاسم ابن هذه الأرض وهذه المدينة، واللي هو مع كل رفاقه الشهداء والأحياء هو الذي فتح الباب الكبير بعملية القصر لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي. تحية أيضا لأرواح كل الشهداء الذين أيضا ارتقوا بهذه المعارك في هذه الحرب وسطروا هذا الانتصار الكبير وما وصلنا إليه. صحيح. بفضل هذه التضحيات الكبيرة والجمة. دكتور وسيم، بالتأكيد يعني في عنوان أساسي وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تهدأ يعني بمتابعة حثيثة خصوصا بالمعادلة التي رسمها السيد حسن نصر الله، تريدون إعادتنا إلى العصر الحجري. سموة. نحن من يعني قادر على إعادتكم إلى هذا العصر، وهذا يعني الكثير بالنسبة لهم في ظل تهديدات إعلامية وبروباغندا إعلامية يمارسها قادة الاحتلال على كافة المستويات. سأناقش معك هذه الجزئية بطبيعة الحال، ولكن أيضا في محطة أساسية توقف عندها السيد حسن نصر الله سنذهب إلى هذه الصوتيات ونستكمل النقاش معك ومع الدكتور رياض صيداوي. في كلمته بذكرى إذا انتصار تموز، توقف الأمين العام لحزب بالله عند وضع الداخل اللبناني وتحديدا حول حادثة الكحالي قائلا إنه لولا التحريض الإعلامي لما حصل ما حصل. نحن منذ البداية تصرفنا على قاعدة استيعاب الوضع وعدم الذهاب إلى التوتير أو التصعيد. نحن لا نعتبر أن هناك مشكلة بيننا وبين أهل الكحالي، وأهل الكحالي أهلنا. كنا أمام مشهد حساس جدا. من ميلي صدرت مواقف جيدة ومسؤولة خصوصا في الوسط المسيحي، يتقدمها الموقف الأبوي والحكيم لفخامة الرئيس ميشيل عون، وفي اليوم الثاني لسيادة المطران عبد الساتر. بالنسبة لنا نحن أبلغنا الجهات القضائية والأمنية المعنية باستعدادنا للتعاون لآخر الخط وننتظر النتائج. لكن هنا يجب أن ننتبه جميعا ونطالب القضاء أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أن التحريض الإعلامي لولا ما قامت به هذه القناة المعروفة الخبيثة لما حصل الذي حصل عند كوع الكحال. على كل حال القضاء يجب أن يعالج هذا الموضوع. هناك تحريض على الاعتداء، تحريض على القتل. أنا اليوم بعد مضي يعني أيام على هذه الحادثة أدعو إلى الهدوء.
السيد نصر الله اتهم شخصيات سياسية لبنانية لم يسمها ومنابر إعلامية بالدفع نحو حرب أهلية، مشددا على أن اللبنانيين سيخسرون جميعا في حال الانزلاق نحوها، وأنه أطرافا خارجية وأن أطرافا خارجية كثيرة ستعمل على تأجيجها إن اندلعت. من خلال أدائها وسلوكها وبيانها ومواقفها، ومعها طبعا وسائل إعلام معينة وجيوش إلكترونية معينة، تدفع البلد باتجاه الانفجار، تدفع البلد باتجاه الحرب الأهلية. بالنهاية مش في شارع واحد عم يتعبأ، في شارعين عم يتعبأوا، بدنا ننتبهوا. اللي عم بيصير هو تعبئة لأكثر من شارع، تعبئة لأكثر من منطقة، تعبئة لأكثر من ساحة. طيب بعدين مين بيقدر يمسك، مين بيقدر يسيطر على الموقف؟ هؤلاء أنا الليلة أتهمهم وعندي الدليل العلني، يعني بياناتهم وخطاباتهم ولغتهم وحدتهم وتعابيرهم ووجوههم وأنفاسهم أنها تدفع لبنان للحرب الأهلية. إذا أخذتوا البلد على حرب أهلية عشو عم تراهنوا؟ إذا صار حرب أهلية بلبنان أنتوا بتتوقعوا أنه في حدا بالعالم هيجي يتدخل ليوقف حرب أهلية؟ بالعكس، إذا صار في حرب أهلية لا سمح الله بلبنان، هناك الكثير من الدول التي ستعمل على تسعير هذه الحرب الأهلية. تزت البنزين عنا وتزت الزيت عنا، وأولهم إسرائيل. دكتور وسيم، سأبدأ معك من السياق اللبناني والذي سمعناه. نحن بدأنا بالعنوان الأول المسائية في خطاب الهدوء الواثق. السيد حسن نصر الله بمخاطبته لهذا العدو كان واثقا هادئا، أيضا بمعالجة الداخل اللبناني وبعد حادثة كانت يمكن أن تولد فتنة وتجر البلاد وتنزلق إلى لا نعلم يمكن تبعات كبيرة على المستوى الأمني. كيف قرأت هذا الخطاب، هذه الدعوة للتهدئة والابتعاد عن التحريض من منابر إعلامية أو منابر سياسية؟ يعني الترقب الشديد اللي كنا عم نعيشه داخليا لكيفية مقاربة سماحة السيد لما جرى في الكحالة، خاصة بالمشهدية المعلومة اللي واضحة وظاهرة والتي نقلت عبر وسائل متعددة، أو بخلفية المشهد اللي إلى علاقة بالتحريض، بكيفية إيصال معلومات للموتورين عن وجود سلاح بالشاحنة، من الذي سرب وكيف أديرت العملية لتصل بالمشهد الثالث إلى المستوى الخطير الذي وصلت إليه. سماحة السيد من موقع المعني الأول بهذا الأمر وضع إذا بدك النقاط على الحروف. أولا، بثلاث ساعات الفرق بين لحظة انقلاب الشاحنة ولحظة سقوط الشهداء بعد أن علم ما فيها، واضح تماما أن هناك محرضين ومفتنين ومحركين. هناك غرفة عمليات أدارت المشهد في هذه الساعات الثلاث، هناك وسيلة إعلام محددة ووسيلتين أخريين حكى عنهم صحيح سماحة السيد لكن بنسبة أقل، هن اللي تولوا سرعة نقل التحريض إلى مصادره. لا تحول الأمر من لحظة تعايش بسيط كان حادثة بسيطة. أنا ستوفى أدعو الجميع لسماع فيديو لدقيقتين للسيد أسعد شفتري اللي كان مسؤول أمن إليح بيئة بالماضي، ولا هو صديق فادي بجاني على باب الكنيسة وقت التشييع، بيقول كانوا قاعدين عناصر الحماية وأهل البلدي سوا لمدة ساعتين، فجأة حدث شيء غريب. تسألوا شو هو اللي حدث؟ قال أنا ما بدي أقول، خلي غيري يقول. كلامه اللي عم ننقل شهادته مع كلام سماحة السيد دليل. الذي تحدث عن الأدلة التي يملكها، هالمرة لازم مسار التحقيق يؤدي إلى وضع الحقائق المعروفة بنصابة، لكن يجب مناخ الفتن والتحريض الذي تولاه قادة أحزاب إجوا علنا على الكحالة وعقدوا مؤتمرات صحفية، ولو أنه سماحة السيد ما سميهن اليوم محطات إعلامية
ومكنني مشغولي فيها صحف تحدث اليوم، أو نحن كلنا عارفين عن مين عم يتحدث ومن يقصد سماحة السيد. أنا برأيي هيدا الجزء الأول ست وفا، وضع الحادث في نصاب الذي يجلي الحقيقة، خاصة أن الربط اللي عمله سماحة السيد أن هذه الحادثة كادت أن تأخذ البلد إلى حرب أهلية. صحيح. يعني إسقاط السلم الأهلي، وهذه مترتبات لمن دفع باتجاه هذا الأمر وأججوا خطيرة جدا بمعانيها ودلالها. اثنين، أشاد بشكل مباشر وأساسي بتغريدة الرئيس ميشيل عون التي كان فيها مسؤولية وطنية، ترفع، خبرة وتجربة، بمعنى أن تسقط الأوطان بالحروب الأهلية وارتفاع عن الجرح، ارتفاع إلى مستوى المسؤولية التي فرضتها الدماء التي سقطت. أيضا مدح المطران عبد الساتر بشكل سبقتني مباشر. إليها هذه النقطة، لماذا الرهان الأساسي بالنسبة للسيد حسن نصر الله هو على الرأي العام المسيحي وانطلق من مواقف أساسية بناء يمكن البناء عليها؟ هل لأنه يعلم هذا الرأي العام المسيحي تحديدا الفاتورة الباهظة التي دفعها كل مكونات المجتمع اللبناني ومن ضمنها المسيحيين نتيجة هذا التحريض والفتنة في السابق؟ لثلاث أسباب ست وفا، الرأي العام المسيحي بالتحديد. أولا، لأن هناك ورقة تفاهم وقعت في 6 شباط 2006 بين التيار الوطني الحر وحزب الله، نجحت بتذويب كل خطوط التماس العسكرية والنفسية والاجتماعية والسياسية، ونقلت العلاقة وطنيا حتى هذه اللحظة. هذه الورقة 17 سنة مضى عليها ولا زالت بمكان ما رغم كل الامتحانات الصعبة تمثل صمام أمان. هذا أول هدف، ورقة التفاهم بين الحزب والتيار، وحكى هو عن الحوار بينهما. الهدف الثاني، ضرورة إيجاد ساحة اشتباك مسيحي شيعي، عذرا للتعبير، عم بحكي بالمعنى السياسي وليس الطائفي، لأنه مطلوب هذا الإنجاز الوطني أن يضرب بفالق زلزالي. وحادثة الطيوني والشهداء 7 مربوطة بحادثة الكحالي وكذلك بحادثة شوية وبحادثة خلدي، كلها مربوطة ببعض البعض، هدف إيجاد شروخ عميقة بين المقاومة وبين البيئات اللبنانية المتعددة. أما السبب الثالث، لأنه فعلا إلى هذه الدرجة الآن الطلاق المستجد بين التيار والحزب ما بعد جلسة 14 حزيران 2006 لانتخاب رئيس، هذا الطلاق سيعيد خلط الأوراق نيابيا استفافا ومن ثم رئاسيا. وبالتالي أتت الفرصة بالساعات 3، أنا مش عم أقول حدا كان عارف في شاحنة بدها تنقلب، بس ما بعد انقلاع الشاحنة جرى سريعا الاستثمار بواقعة وأخذ إلى مكان خطير جدا. هذه هي الأهداف الثلاثة التي تركز على البعد المسيحي. يعني الشراكة وأهمية السير وإن كان ببطء هو أفضل كما قال من أي خيار آخر، وهذا على ما يبدو في تركيز من الطرفين. ولكن أيضا أشار إلى نقطة أساسية دكتور وسيم، أريد أن أستمزج وأفهم رأي أيضا دكتور رياض صيداوي، تحدث عن تسعير من قبل أطراف خارجية لهذه الحرب أو هذا المخطط التحريضي الفتنوي في لبنان. من هي هذه الأطراف الخارجية؟ أي أجندات تنفذ اليوم؟ وما هي المصلحة لإضعاف المقاومة في الداخل اللبناني؟ هو طبعا على رأس الكيان الصهيوني والعواصم الغربية باريس، لندن، واشنطن، ولكن لا ننسى الرجعية العربية، لا ننسى دول عربية نفطية وظفت كل قدراتها لضرب أي نفس مقاوم في الوطن العربي، بل ويا للخزي ولا العار، قالوا حزب الله تنظيم إرهابي، هذا أرهب إسرائيل، التنظيم الذي هزم الكيان الصهيوني نعتوه بإرهابي ووضعوه في قائمة التنظيمات الإرهابية، وفي نفس الوقت يهرولون ويطبعون سرا وعلانية مع الكيان الصهيوني. هي نفسها
الملكيات الوظيفية التي صنعتها وزارة المستعمرات البريطانية، وزارة المستعمرات البريطانية التي أنتجت وعد بلفور وأسست الكيان اللقيط الكيان الصهيوني، هي نفسها من أسست مملكة آل سعود، حتى تكون الأمور واضحة. وضخوا مليارات الدولارات من أجل تخريب أي مكان جميل في الوطن العربي، من أجل تخريب أي صمود، أي عزة، أي أنفة. كل الأنظمة العربية التي قاومت أو أرادت أن تقاوم تآمروا عليها. هذا ليس جديد اليوم، تآمروا على جمال عبد الناصر، تآمروا على وريب مدين، تآمروا على كل من كافح على معمر قذافي وغيره وغيره، تآمروا على كل من واجه الكيان الصهيوني. عندهم أموال يشترون، يضخون أموالا طائلة، همهم كيف هذا الحزب، هذا التنظيم ينتصر على الكيان الصهيوني. ودائما كانت سياستهم: نحن نصادق من يصادق إسرائيل، نعادي من يعادي إسرائيل. وعندنا أمثلة واضحة وضوح الشمس في النهار، كان جمال عبد الناصر معاديا للكيان الصهيوني، كان عدوا لهم، كان عدوا للرياض والآل سعود. لما جاء السادات ومبارك وثم أصبحت مصر مع بعد كم ديفيد، أصبحت مصر دولة صديقة، كانت إيران دولة صديقة جدا لهم، حليفا لهم في عهد الشاه. لما جاءت الثورة الإسلامية وأطردت السفير الصهيوني وأغلقت السفارة الإسرائيلية وعوضتها بسفارة فلسطين، أصبحت إيران عدوة لهم. وقص على ذلك، كل من يعادي الكيان الصهيوني يعاديهم ويستثمر في ذلك، خاصة إمبراطوريات إعلامية غزت، شوف الفضائيات في كل مكان هذه، ودفعوا ملياراتهم مليارات الدولارات حتى تحدث فتنة في لبنان، حتى يدمروا لبنان. لكن كان السيد حسن نصر الله وكان حزب الله في قمة الفتنة وفي قمة الذكاء وفي قمة الحكمة، فسحبوا البساط منهم، حاولوا المؤامرة على سوريا أن تنتقل لبنان، لكن المقاومة اللبنانية سحبت البساط. الآن يحاولون للأسف، ثم جماعات داخلية لبنانية تقبض، تأخذ أموالهم وتشتغل لحسابهم، وهذا ليس جديد على هذه الدول. لذلك يجب أن نرجع إلى التاريخ، من وعد بلفور إلى اليوم وهم في نفس الخط ضد كل نفس يقاوم. تصوري حزب الله تنظيم إرهابي وكيان صهيوني، دولة مسالمة ودولة صديقة وحليف يعتمد عليه، هذا ما توصل إليه. هذا قلب للمفاهيم كذلك دكتور رياض بما أشارت إليه، ولكن أيضا في جزئية أساسية سوف أعود إليك دكتور وسيم، لأنه بالداخل اللبناني كان يعني في محطة استفاضة من قبل السيد حسن نصر الله. بالنسبة لهم، لهؤلاء المحرضين، يأخذوننا إلى خيارين، إما خيار يعني هذا التحريض تنزلق البلاد إلى حرب أهلية أو إلى التقسيم. صح. ألا يدركون هؤلاء أو هذه الأطراف مخاطر ذلك؟ من يستفيد؟ أي طرف داخلي في كلتا الحالتين أو في المسارين، ما الذي يستفيدون؟ أولا، من الذي يدرك ست وفا؟ عم بتقولي فعل الإدراك. الذي يدرك هو الذي يتحلى بالمسؤولية الوطنية، الذي يشعر تجاه وطنه بالخوف وبضرورة الظن على هذا الوطن بكل عناصر الأمان، وألا يكون وظيفيا جزء من مشروع خارجي، وبالتالي نبض انتمائه هو لوطنه، أداؤه على الأرض، تضحياته هي لوطنه، شهداؤه اللي مقدمهم هم للوطن. من هذه الروح خاطبهم سماحة السيد، لكن هو يدرك أن مساحة العقل لا زالت موجودة، وخصص المسيحيين من مخاطر الذهاب إلى الحرب الأهلية. وبالمناسبة المطران عبد الساتر باللقاء الأخير مع سماحة السيد كمبعوث لغبطة البطرك يملك معنى الإدراك أن اللم الوطني بين الفئات والبيئات والطوائف والأحزاب هو الوحيد القادر على مشروع إسقاط لبنان بلجة حرب أهلية. بعدين قال لهم أنه جربتوا للتقسيم وعشتوه وشفتوا أنه أفق لبنان بأن يقسم كبلد صغير إمكانات الحياة، بعدين هناك رفض وطني لمشروع التقسيم. في أمر مهم هون ركز عليه سماحة السيد، أنه بمنطق الواثق اللي حكيت عنه بالمقدمة تجاه الداخل، حينما يرتفع القوي من حيث الإمكانات والقدرة ليكون قاطعا لطريق المؤامرة من خلال الهدوء. بس سؤال
التحريض عم بيكون على وجهين، وبالنهاية قدرتنا نحن على كسر معالم هذا التحريض بظل وجود أدوات تسهل الدخول إلى كل بيت ودسكرة وزاوية له مخاطر كبيرة. من هون أنا إيماني أنه موقف سماحة السيد الليلي سيلاقى من العقلاء، وبالمناسبة هو حكى عن قوى قد لا تكون معنا بالسياسة، لكن موقفها كان هادئا، وبتقديري أنا عم يقصد بشكل مباشر الحزب التقدم الاشتراكي ووليد جملاط، لأن وليد جملاط خاصة أن الكحالة بالذاكرة الجملاطية في إلى كمان خصوصية، غير إن بالجغرافيا السياسية اللي فيها شراكة مع وليد جملاط. لذلك وليد جملاط أدرك الخطر، في صور مرقت قدامه من الماضي وشاف المسعى أي جهد عم يبذل فيه لاستجلاب الدم. هيدي الذاكرة بسرعة بتتصرف بردة فعل تحاكي الخطر لأنه بتشعره بسرعة، وهذا أمر إيجابي كان بالخطاب. ومن هنا يمكن ضرورة مد الحوار ومد يعني الجسور كما يقال بين هذه الأطراف اللبنانية. دكتور رياض، أنا سأتحدث أيضا بجزئية أساسية فيما يتعلق بالداخل اللبناني. لماذا دائما المحاولات الخارجية هي تخلق لمحاولة إضعاف المقاومة أو تشتيت ما حققته طيلة هذه السنوات فصل الحاضنة الشعبية، هذا النسيج اللبناني؟ في عام 2006 نتذكر جميعا رفعت صور السيد حسن نصر الله في كل المناطق اللبنانية، كاد هذا الانتماء الوطني يعبر عن كل اللبنانيين. وهنا إلى أي مدى الوعي هو مطلوب من الأطراف السياسية، والحوار لا يقتصر على طرف المقاومة بل على الأطراف الآخرين؟ أنا أعتقد أن التيار الشعبي العام جارف مع المقاومة، سواء لبنانيا أو عربيا. ما فيها دول اللي حكيت عليها التي تتآمر على المقاومة اللبنانية، قبائلها كلها مع المقاومة، لأن كل من أي عربي ومسلم يشيد ويحب الكيان الصهيوني ويكره ويتآمر على من مرغ هذا الكيان في التراب وانتصر على هذا الكيان. لا يوجد. نحن نتحدث عن أفراد، نحن نتحدث عن مجموعات صغيرة تستفيد ماليا، هذا مش ضرورة، وتدخل في إطار العمالة، في إطار الجوسسة، في إطار الاستخبارات الخارجية لتخرب هذه الصورة التي بنيت على أساس الثقة الشعب اللبناني وبكل طوائفه، وهذه عبقرية الشعب اللبناني بكل طوائفه مع المقاومة ومع انتصارات المقاومة ومع ويدركون حكمة السيد حسن نصر الله الذي جنب لبنان الفتنة الداخلية أكثر وأكثر من مرة. قلت لك المؤامرة على سوريا كان انتقالها إلى لبنان، لكنه سحب البساط، فكان دائما عقلانيا وكان دائما ينظر إلى الوحدة الوطنية. هم يزدادوا جنونهم، هذم الدوائر الاستعمارية والرجعية العربية الخارجية، وعندهم للأسف شديد المال العربي الذي لا ينفق أبدا من أجل المقاومة، وإنما من أجل تخريب وتدمير من يقاوم الكيان الصهيوني. ينفقون أموالا طائرة، المال يشتري للأسف الشديد، فلنعترف بذلك، المال سلطة طاغية، يستطيع أن يشترون أفراد أو مجموعات قليلة جدا. ثم تلعب الإعلام يلعب دوره، قال السيد حسن نصر الله قناة خبيثة. تعرف لما نقول قناة تلفزيونية نحن نقول أموال دفعت وخطط رسمت من أجل إشعال نار الفتنة. لكن مرة أخرى السيد حسن نصر الله وبحكمته المعهودة يسحب منهم البساط. نعم دكتور وسيم، يعني أنا سأتجاوز مسألة الداخل اللبناني لأتحدث مع تفضل. مدح الجيش ودوره صحيح. بالوقت للطرف الآخر على ضفة الفتنة كان يصوب وينتقد، شن حملي على الجيش بالأيام الماضية. خذي هيدا الأمر بالمعيار الوطني، بالمعيار الذي يستطيع أن يحسم أي فتنة، الضمانة الأساسية الاستقرار وأمن البلاد، يلم الوضع. رغم أنه قد يكون هناك أسباب بالسياسة خارج موضوع دور الجيش الوطني قد تدغدغ البعض مشاريع رئاسية، لكن دائما بمنطق الترفع
مديح الجيش ودوره هو دليل على الشعور الوطني الحاكم لمنطق سماحة السيد. وحتى اللجوء إلى القضاء يعني دائما اللجوء صحيح التحقيق الطيوني. بالطيوني والآن بحادثة الكحالة وعودة المقاومة تحديدا، يعني أنه ما جرى يجب على القضاء أن يفند حقيقة ما جرى، وظهر ذلك جليا كما قلنا بالفيديوهات التي وثقت من أبناء الكحالة. صحيح. دكتور بكل أسف بكل أسف. وهون كمان ملاحظة ست وفاء ولو بشكل سريع، قال سماحة السيد الكحالة بلدي لبنانية عزيزي لا نملك معها أي خصومة ولا مع أهلها ولا مع أهلها. دكتور وسيم سأعود إلى، لأنك ابن هذه المنطقة، ابن هذه المناطق الحدودية التي شهدت أعتى المعارك وأعنفها في حرب تموز 2006، تحدث أنه نحن من سنعيدكم أيضا إلى العصر الحجري إذا أقدمتم على أي مواجهة أو حرب مع المقاومة وحزب الله. تحدث عن جبهة الداخلية الإسرائيلية التي هي جزء أيضا أثبتت من الحرب كما حدث في 2006. ماذا عن الجبهة الداخلية اللبنانية؟ كيف تقيم الجبهة الداخلية اللبنانية؟ وانطلق الأمين العام لحزب الله دائما من هذا المشهد العظيم من أبناء المقاومة، من يحتضن هذا المقاومة، قال بمثل هذا اليوم كانت العودة الشجاعة سريعة للناس وهي التي ثبتت الانتصار العسكري. كيف يمكن اليوم أن نمايز وأن نعطي فرق واضح بين بيئة المقاومة، الجبهة الداخلية للمقاومة، والجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهي مقارنة مهمة اليوم؟ حلو كتير ست وفا. المهم بموضوع الجبهة الداخلية هي الناس. حرب تموز اندلعت بظل انقسام سياسي داخلي. صحيح. لا بل أن البعض اتهم المقاومة بالداخل بالذهاب إلى عملية الأسر هروبا من واقع داخلي كان ضاغطا. شوف الظلم لأي درجة وصل بالأدبيات. اثنين، الدول العربية في حينه اتهمت الحزب والمقاومة بالمغامرة. ثلاثة، روسيا والصين كان العالم بعده بمشهد الأحادية الأمريكية، وطلعت مجموعة الثمانية إذا بتتذكري باجتماعها بموسكو. صحيح. بناء على هيدا كله، الرهان الحقيقي الذي كان صنو النصر العسكري هو بيئة الناس، البيئة الحاضنة للمقاومة. اليوم نحن 14 آب الذي خطبهم بخطاب النصر يا أشرف الناس يا أكرم الناس ويا أطهر الناس، لأنه يدرك معنى ما فعله هؤلاء الناس باستكمال صورة النصر يوم 14 آب. لأنه يوم 14 آب حينما قررت الناس بإرادة ذاتية وقف إطلاق النار لم يعلن بعد. بالمناسبة بعدنا نحن حتى هذه اللحظة ست وفا بظل وقف الأعمال الحربية ولم نصل إلى وقف إطلاق النار. هيدا 1701 اللي بيتشدقوا فيه وبيعملوا له فعل القداسي كل يوم. اثنين، ما كان في تأكيد أصلا أنه انتهت الحرب، والعدو لا زال موجود ببعض الطرقات الحساسة، وقال لا يمكن الرهان وزن الليلة، والقنابل العنقودية منتشرة، والناس أخذت قرارا ذاتيا ذاك الفجر الشهير يوم الاثنين، وتوجهت لا إراديا بظل جسور مدمرة وبيوت بنت جبال اللي نحن الآن وفي نقبالة في هذا الليل كان قلبها مدمر بالكامل، وسميت بأدبيات المدينة الملعونة لأنهم عجزوا من الوصول إلى الملعب الذي أطلق منه سماحة السيد موقف الشهير حول أن هذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت. هذه البيئة حتى هذه اللحظة بعد 17 سنة من الحرب تؤكد ملاحم جديدة بولاء لهذه المقاومة وأمانة فيها، والدليل أنه نحن الآن على بعد هنيهات. صحيح. من كيان شو قال عنه سماحة السيد يختبئ خلف الجدران. هذه معادلة جديدة أطلق الليلة. لك أن تنظري البيئة الخائفة الوجل المختبئة التي تتعرض لامتحان تاريخي، ويقف جالنت وزير الدفاع لأطلق هيدا الموقف عن إعادتنا على العرب
العصر الحجري، هو اصلا ابن المؤسسه العسكريه وسبقه كثيرون من وتحكم السيد نصر الله بانه لا يستطيع ان يصل الى حتى السياج اللاحقي. عشان هيك عم نعمل المقارنه. كمان بعد ملاحظه مهمه هون، انه هذا الكيان المتداعي الان باسباب قوته الداخليه التاريخيه، بوقت نحن نشعر بهذا المستوى من الثقة والإيمان بهزيمة هذا الكيان الحتمية، هيك المعادلة بتبين أين هو الارتفاع وأين هو الدنو. هل هذه بيئة حاضنة يمكن الحديث عنها بتعميمها على مستوى المنطقة دكتور رياض؟ لأنه ما حققته المقاومة كيف انعكس على تنامي وتعاظم هذه القوات أو القوى يمكن القول الرافضة للهيمنة الأمريكية لهذا المشروع، للمنطقة التي يهيمن عليها هذا الكيان بدوره الوظيفي؟ لأنه قال السيد حسن نصر الله لو انتصرت أو لو هزمت المقاومة في لبنان كان في هنالك اعتراف كامل بالمنطقة بهذا الكيان وبقوة المشروع الأمريكي، وهذا يعني الكثير. كيف انعكس أيضا على الشعوب والروح القتالية التي باتت يمكن والحاضنة الشعبية لباقي القوى في المنطقة؟ وبتنا نتحدث عن حلف ومحور القدس ومحور المقاومة. انعكس بشكل إيجابي وفوري وفعال. وجدنا غزة تنتصر، وجدنا غزة أيضا التي تسلمت صواريخ الكورنيت التي أوصلها إليها حزب الله، والتي أهداها إياها الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد حتى نتذكر، وبالسلاح الإيراني. غزة أيضا أصبحت قوة ممانعة وقوة مقاومة، ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يعربد ويدخل أزقتها وشوارعها، وهذا بفضل انتصار تموز 2006، لأنه النصر انتقل إلى يعني ما هي نظرية الدومينو، تنتصر فيصبح انتصارات في كل مكان. نفس الشيء الضفة الغربية أيضا تنتفض وتنتصر مستلهمة من انتصارات المقاومة اللبنانية، وعلى رأسها انتصار تموز جويليا يوليو 2006. نفس الشيء العراق انتصر بالحشد الشعبي المقاوم، انتصر على داعش، ونعرف من أتى بداعش ومن وراء داعش ومن مول داعش وما هو هدف داعش. انتصرت المقاومة العراقية وانتصر الحشد الشعبي على الإرهاب في إطار نفس المنظومة. الشعب اليمني أيضا في صنعاء صمد وانتصر، كان مخطط أن تدخل القوات السعودية إلى صنعاء في أيام قليلة أو في أسابيع قليلة. مرت سنوات وسنوات صنعاء شامخة وصامدة. انتصر المواطن العربي، الشارع العربي، الجمعية العربية المنسية في فضائيات البترودولار التي همشتها والتي لا تريد أن تعطيها الكلمة، انتصرت جميعا. فلنقوم بصبر آراء حول صورة المقاومة وصورة السيد حسن نصر الله في كل الشوارع العربية، وسترون النسبة 99.9% معه. يعني الإعلام والقنوات والفضائيات الخبيثة كما يقول السيد حسن نصر الله والممولة بمال فاسد إلى آخره، هذا دورها أن تخفض من تحقر الانتصار وتنوه بالتطبيع وتهلل للتطبيع، هذا دورها. وهذا الدور ليس بجديد، كما قلت كانوا يفعلون نفس الشيء مع جمال عبد الناصر، واليوم يفعلونه مع المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله والسيد حسن نصر الله في لبنان. نعم، وخلقت حالة الوعي كما ذكرت حتى لدى الشعوب، للأسف إن كانت خياراتها مختلفة عن خيارات الأنظمة والتي سيقت بمسار أو بمسارات تطبيعية للأسف، ولكن هذه الشعوب حتى الآن ترفض هذه الخيارات للأنظمة، إن كان باتفاقيات أبراهام الأخيرة أو حتى الاتفاقيات يعني من سايكس بيكو أو وادي عربة، والدليل يعني الرفض المصري الأردني حتى يعني بداخل الكثير من الشعوب الخليجية، هي لا يعني تؤيد هذا المسار الذي تنتهجه هذه الأنظمة. أكيد. دكتور وسيم، لديك تعقيب على هذه الجزئية؟ بالمونديال الأخير في صحيفة قطر ومع من أراد من كيان العدو ومن أبنائه بأن يحضروا وأن يستعرضوا وجود كخرق لجدار الصد له علاقة بالشعوب العربية، وكان هذا نموذج قريب ومحسوس وملموس. ورفض هذه والآن
الآن إذا بدك مسار ما تسعى إليه الولايات المتحدة مع السعودية بهذه الأشهر من عمر إدارة بايدن ما قبل الانتخابات القادمة بعد عام، هو مفصلي بإظهار القدرة على إخضاع أرض الحرمين وما تمثله من قداسة لكي تكون مظلة التطبيع قد استوعبتها، والأمر بالنهاية متروك لمن يريد أن يقرأ التاريخ جيدا وأن يستخلص العبر وأن يحمي ما تمثله المقدسات الموجودة على أرض. أشرت قبل قليل إلى الموقف حتى بالمستوى الدولي دكتور وسيم، الصيني والروسي. نصر تموز اليوم في العديد من الدراسات الغربية هي تتحدث عن خطوة أو لبنة أساسية بتحولات الحاصلة والمرتبطة بالمتغيرات في النظام الدولي الجديد، ما حدث في سوريا أيضا أتى استكمالا لنصر تموز وحتى يعني الدفاع عن سوريا عن هذا المحور ومحاربة المشروع الإرهابي الذي هو جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيل في المنطقة. كيف أثر إذا أردنا يمكن بموجز لسبعة عشر عاما على شكل النظام الدولي الجديد، وكيف استفادت القوى الدولية الأخرى كذلك المناوية للمشروع الأمريكي؟ هو الإبداع اللي عمله سماحة السيد حسن نصر الله الليلي أنه وظف كل معالم هذا النصر بالمعنى الاستراتيجي التراكمي العميق، لدرجة أن كيان العدو اضطر يغير عقيدته القتالية التاريخية اللي هي كانت عقيدة بن غوريون من ثلاث عناصر، وأدخل عليها بعد فينوغراد عنصرين جديدين لهم علاقة بالحماية وبالجبهة الداخلية. هذا البناء لمفاعيل حرب تموز تدرج ست وفا بشكل منهجي إلى الرئيس بشار الأسد بخطاب 14 آب 2006، وأنا برأيي هذه لحظة تاريخية تمثل صنو خطاب النصر لسماحة السيد اللي عمله بأيلول بعد شهر. شو طلع قال الرئيس الأسد؟ عمل خطاب أنصاف الرجال، لأنه الرئيس الأسد شخصية قارئة لدلالات هذا النصر وعمق الحافر بالوعي وبمعادلة الصراع القادمة، لذلك أعطى كل ذي حق حق الرئيس الأسد، ومن هنا استهدفت سوريا، وإن كان الأمر أجل لخمس سنوات بعد حرب تموز، لكن أمر العمليات منذ نهاية الحرب وضعت سوريا على مرمى التصويب، ومن هون صعود المقاومة لتكون مع سوريا كما كانت سوريا مع المقاومة ضمن القناعات والإيمان والمشروع والخيار، وليس ضمن التبادلية أو رد المساعدة بالمساعدة. هذا ما أكده بمقابلته الأخيرة الرئيس الأسد بالتعاطي مع الأصدقاء والأوفياء تحديدا في سوريا. وهون بدنا نذكر أنه معركة القصير أيار 2013 كانت لحظة التحول بالدم بين الجيش السوري والمقاومة التي وضعت اللبنة الأولى لهزيمة المشروع الإرهابي وبدء اندحاره. مش صدفة ست وفا أن سماحة السيد بلش إطلالته الليلي بالحديث عن داعش التي تعود إلى الجغرافيا السورية والتعزية بشهداء الجيش، وبصمة الشهيد قاسم سليماني بمحاربة هذا الإرهاب وبمتابعة حيثيات يوميات انتصار تموز طيلة 33 يوما، خاصة أن الشهيد قاسم سليماني واكب وعاش نبض لحظة فتح الخط السوري العراقي لهلأ الموجود الآن كل المشروع الأمريكي لاستهداف هذا الربط الذهبي والحيوي لما يمثله خط دير الزور الميادين البوكمال القائم، لأنه هيدا معلم من معالم الإصرار على ضرب المشروع الإرهابي والانفصالي والأمريكي في تلك الجغرافيا. هل قادر هذا الأمريكي دكتور رياض في ظل أيضا التهديدات الأخيرة تعزيز هذا الحضور بالشرق السوري للأمريكي، تواجده قاعدات وقواعده أيضا يعني تعزيز هذا الحضور في الخليج والبحر الأحمر، وكأنه رسائل من هذا المحور إلى المحور الآخر؟
آخر، هل لديه اليوم قدرة على الآليات، الأساليب، الأدوات ليستخدمها في المنطقة؟ وماذا بالمقابل عن عناصر القوة التي يمتلكها المحور الآخر؟ المخطط الأمريكي في سوريا فشل فشلا ذريعا، وأمريكا لم تربح إلا جيب صغير جدا للأسف مع إخوة أكراد، وثم مقاومة عربية وشعبية لهذا الجيب الأمريكي. أذكر أنه من اليوم الأول ونفضيات وعملت 4 كتب في هذا الموضوع، تحدثت عن المؤامرة حول سوريا، المؤامرة حول سوريا واستهداف سوريا، لأنه استهداف سوريا واستهداف المقاومة اللبنانية واستهداف المقاومة الفلسطينية مباشرة. وعندي أكبر حجة على ذلك تصريح وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما، وهو وزير خارجية في تلفزيون فرنسي، قال: كنت سنة 2009 سنتين قبل الأزمة في سوريا في لندن، اتصل بي النظراء الإنجليز وقالوا لي نعد مخططا لزعزعة وإسقاط النظام في سوريا وندرب كوماندوس عرب وأجانب. لما الصحفي الفرنسي سأله مي بور كان غيزون ولأي سبب، أجابه وزير الخارجية الفرنسي السابق رولان دوما، قال له: هذا نظام يرفض التطبيع مع كيان سوني، يرفض توقيع اتفاقية سلام مع كيان سوني، هذا النظام يدعم في المقاومة اللبنانية، يدعم في المقاومة الفلسطينية، يجب التخلص منه. اتخذ قرار غربي على أساس التخلص من النظام السوري الوطني. بعد شيوخ، فقهاء، قنوات عربية خليجية، مليارديرات إلى آخره، كلها جوقة، كلهم كومبارس في إطار هذا المخطط. هذا المخطط مركزي ناتوي أمريكي، والبقية هم مجرد ممثلين صغار يؤدون أدوارهم حتى يحدث هذا الهدف، ويتم فصل ويتم عزل المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية عن الحضن الطبيعي لهم، عن الدعم الرئيسي والمركزي إلى جانب الجمهورية الإيرانية الإسلامية، أي سوريا، الجمهورية العربية السورية. كان هذا هو المخطط. المخطط فشل. فشل بفضل صمود الجيش العربي السوري، صمود الشعب السوري، القيادة السورية، أيضا أصدقاء سوريا على رأسهم إيران، روسيا أيضا تدخلت، الصين تدخلت واستخدمت الفيتو مع روسيا في كل مرة يتم إحالة الملف السوري على مجلس الأمن، ومحاولة تكرار السيناريو الليبي، أي قصف وتدمير دمشق لا قدر الله. كل المخطط فشل. الأمريكان الآن كما قلت لك عندهم جيب، وحسب رأي الأمور ذاهبة إلى أن تتحرر كل الأراضي السورية من إدلب إلى هذا الجيب المحتل الأمريكي شبرا شبرا، لأن هذه عقيدة للقيادة السورية، والرئيس بشار الأسد قال. نعم دكتور رياض، وصلت الفكرة. للأسف لم يبقى لدي سوى دقيقتين من هذه المسائية الاستثنائية طيلة ساعتين لتعميق وتحليل ما جاء في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. دكتور بزي، في سؤال أساسي، هل تعتقد بأن إسرائيل قد تقدم على أي حرب ومواجهة مقبلة، ولا سيما هي تعلم أنه لا تعني المقاومة مع لبنان بل مع محور بأكمله، وهددهم اليوم السيد حسن نصر الله بهذا، يعني زوال إسرائيل، زوال هذا الكيان؟ هو بالرد المباشر على السؤال رجع حدد مجموعة أهداف منطقات بإطار الإمكانات الدقيقة الصاروخية التي تستطيع أن تفعل فعل العصر الحجري تماما كما يمكن أن يفعله العدو وأكثر. هذا دليل أن الإمكانية موجودة للوصول إلى الأهداف، رسم خارطة هذه الأهداف وتقصد تسميتها يعني لهذه الأهداف، جزء منها وقال في جزء تاني ما إلنا مصلحة نكشفه هلأ. هيدا دليل قديش أفق المعركة القادمة واضح أمامه وجلي، وقديش توازن الردع الموجود عند المقاومة في ثقة وعند العدو في تآكل. أمر ثالث هون ست وفا، كنت عم تسأليني إلى أين أوصلتنا حرب تموز عالميا. بعد القصير أتت روسيا 2015 إلى سوريا، هذه كانت بوابة دخول الرئيس بوتين التاريخية إلى المجال الدولي لكسر الأحادية من البوابة السورية، وأيضا يسجل للرئيس الأسد وللراحل قاسم سليماني بلقاء شهير جرى في الكرملين على مدى ساعات والخرائط كانت على الطاولة، كيف
أمن قاسم سليماني للروس عناصر الترغيب لاستراتيجية المواجهة، عملية الإقناع في سوريا، وهذا بينقل بالتدريج لكل المسار بين 2015 و2023، وكيف أن اللحظة الأوكرانية الآن تمثل قرب هزيمة محققة لحلف الأطلسي ولأمريكا، وإن كان الإشهار بهذه الهزيمة قد يحتاج إلى أشهر قليلة قادمة. آخر ملاحظة باللي صار بالكحالة، المواجهة من قبل من هو مكلف بحماية الشاحنة، ونوجه التحية لروح الشهيد أحمد قصاص، أحمد قصاص ورفاقه، كانت حماية السلاح، والإنجاز قد تحقق ولم يمس السلاح ولم يشهر به ولم يفتح على الملأ السلاح، وسماحة السيد قال أمانة في أعناقه على أن يعني يقول أن هذه كانت أمانة في الأعناق. صحيح. شكرا جزيلا لك دكتور وسيم بزي الخبير في الشؤون السياسية. اسمح لي من خلالك أيضا، وأيضا شكرا لك دكتور رياض صداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، كنت معنا من جنيف، وشكرا لكل ضيوفنا الذين شاركونا هذه المسائية الاستثنائية وأيضا هذه التغطية طيلة الأيام الثلاثة للميادين تحت عنوان النصر يتعاظم بالدلائل. نحن نتحدث عن 17 عاما يسطر في هذا النصر. اسمح لي انطلاقا يعني من أنك ابن هذه المنطقة أن نشكر أبناء هذه المنطقة، صمود هذه يعني البيئة الحاضنة للمقاومة، أيضا أثناء بحث فريق الميادين عن هذه الاستديوهات الميدانية، هذا الحب، هذا الاحتضان لنا أيضا. شكرا جزيلا لهم، لأصحاب هذا المنزل، لكل من أيضا يعني فتح لنا منازلهم وبيوتهم لنقل هذه الصورة. بدي رد بشكر الميادين التي تبقى دائما بمستوى اللحظة وبمستوى الحدث وبمستوى التحدي، وهي الآن في هذه الجغرافيا بالذات تجسد لحظة من لحظات التحدي دائما على خط النصر وخط إسقاط هذا المشروع. شكرا جزيلا لك دكتور وسيم، وكل عام ونحن وأنتم بألف خير، ويحق لشعوبنا أن تحتفل بهذا النصر الكبير الذي حققته المقاومة عام 2006. هذه المسائية انتهت من الجنوب اللبناني من بنت جبيل، فشكرا لكم على طيب المتابعة، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.